لا في الاخر يعني في الدي بي. قول لي يا عم، هو بيركورد عادي؟ طب في الاخر بقى. خلاص يعني، حاسس ان احنا طالعين على الهوا يعني. حد بيشوفه في الاخر اصلا؟ لا لا، النت عندي ساعات بيقطع فبخش اشوف. يعني ده السبب النت الوحيد. بيقطع عندي فيه. شكرا. طيب ما هي ناس كتيرة سجلت سيلفر فاهم مقدما، فمستنيين يوصلوا للليفل ده وبعدين هيبقوا يدخلوا يشوفوا بقى وكده. لو استحملوا ال3 ساعات، انا اللي فات اهو بقى ساعتين اي خدمه على هو قد ما احنا لو بقينا جولد فهنتفرج ريكوردد؟ لا هيبدأوا معانا من الأول؟ ما انا موجود يا عم، انا هروح فين يعني؟ اه، وانت هتطلع معانا جو. اوكي صح، انا عادي افتكرتك يعني، هتبدأ صباح انت الخير. تشرح سيلفر وفاهم. لا عادي، ما انا مش يعني مش مكتوب عليا سيلفر يعني. خلاص اوكي كويس برضو. هم يعتبروا 3 جروبات، وكل بتفرق في الستارت بتاع كل جروب. بعد كده بقى كل جروب مع اتس اون بيس يعني. عايزين نسبق جولد يا براحتكم، انتوا بقى اللي تحددوا. ماشي. انتوا عارفين دي اف اس غالبا كاسم، الدي اف اس قصدي من اولها. هي اختصار ممكن نقول كفكرة ان هو بيمسك اي نود يعني، ويقول الماكسيمم ديبس يعني، ده اللي انا اعرفه تقريبا يعني كفكرة اولية. ايوه، هو بي هو ديبس فيرست سيرش، يعني اول حاجه الديبس هي البريوريتي عنده. ف عكس كده بيبقى بريتس، معرفش معنى كلمه بريتس، بس اللي هي بيمشي بالعرض يعني، بس ده بيفضل الديبس الاول. فانت لو في 3 عامله كده نرقمهم. بغض النظر التري دايركتد ولا، تعال نفترض انها دايركتد عادي، ان هو انت ما تقدرش تمشي غير للتشيلدرن. انت لو بدأت دي اف اس، يعني هو الدي اف اس ده مجرد طريقة ترافيرسال للجراف دلوقتي، هو يعني هو راكب على تري، بس هي بتبقى الجراف ان جنرال بعد كده لما نحط فيزيت اري. فهي لوحدها طبعا هي مش بتحل حاجة، بس انت بتستخدمها عشان تحل مشكلة معينة ممكن في المسائل يعني، مع الحل يعني هنعرف ممكن تكون تقدر تعمل ايه بالظبط. لو احنا افترضنا ان احنا هنا هنبدأ هنعمل دي اف اس من عند النود واحد، فانت هتخش عند النود نفسها، انا دلوقتي واقف هنا، وهتشوف كل التشيلدرن بتوعها اللي هما 2 و3، فانت هتحطهم عندك يعني، هتمشي عليهم بالترتيب. بس ممكن تقول مثلا ان احنا هنحطهم في ستاك 2 و3، وبعدين بتمسك اول واحد انت المفروض تعمله فيهم. تعال نسيب من حته الستاك دي دلوقتي، هقولها لكم بعدين، ان هو انت ممكن بدل الريكيرس يبقى ستاك، بس خلينا دلوقتي اللي هو نمسك التشيلدرن نمشي عليهم وخلاص. هي 2 و3، بتمسك اول تشايلد وتعيد عليه نفس اللي انت عملته في اول في النود اللي انت فيها. انت هتروح عند 2، انت دلوقتي هتبقى عند 2 بدل عند 1، وهتعمل نفس الحاجه، هتشوف كل التشيلدرن بتوعه دي المفروض 5، هتشوف كل التشيلدرن بتوعه اللي هم 4 و5. انت دلوقتي خلاص دخلت في الفانكشن بتاعت الاثنين، جبت التشيلدرن بتوعها اللي هم 4 و5، هتعيد نفس الحاجة تاني من أول تشيلدرن فيهم اللي هو تشايلد فيهم اللي هو الأربعة. هتروح عند الأربعة، دلوقتي احنا بقينا هنا، احنا مشينا كده بعدين كده واقفين عند الأربعة دلوقتي، هنبروسس الأربعة برضو نفس الفانكشن، هتمشي على كل التشيلدرن اللي عندها اللي هم مفيش، مش هيلاقي حاجة، فهيريتيرن، هيرجع تاني للبيرنت،
اللي هو الاثنين، البيرنت هيرجع بعد ما رجع من الكول بتاعة الأربعة، هيخش على التشايلد اللي بعديه اللي هو خمسة، فهيخش بعديها هنا. كان ممكن بدل ما نكتب دي نرقمهم، يعني هنا واحد، هنا دخلت بعديها اثنين، هنا ثلاثة، اللي هو كل نود اكتشفتها امتى بالترتيب يعني. دخلت على، هدخل على نود خمسة، اعيد الفانكشن تاني، اعمل اشوف كل الشيلدرن مفيش، هرجع تاني خمسة دي يعني احنا جبناها رابع واحدة، بعدين هرجع تاني النود اتنين، اتنين هتكمل في الشيلدرن بتوعها مفيش خلاص، خلصت الشيلدرن، فهترجع هي كمان، هترجع للنود 1، نود 1 هتكمل في الشيلدرن بتوعها اللي هو التشايلد اللي بعديه، هتخش على ثلاثة، هتروح على ثلاثة، يبقى ده اللي احنا زورناه خامس واحد، لأن احنا زورنا ده، بعدين زورنا اثنين، واحد اثنين أربعة خمسة، وبعد كده جينا هنا عند نود ثلاثة، دي كانت خامس واحدة زورناها. وبعدين برضو هتعيد نفس الفانكشن ومفيش تشيلدرن فخلاص، وهترجع تاني للون، الون مش هتلاقي تشيلدرن تاني، فهترجع وخلاص كده الدي اف اس نفسه خرج خلاص. كده احنا زي ما قلنا احنا ترافيرس التري بطريقة ان انت بتمشي على، بتختار اربيتري نود في كل مرة، ده مش بالترتيب، unless ان انت قاصد ان انت ترتب الشيلدرن بتاع كل واحد، لكن انت اللي بيحصل انت فعلا انت بتختار تشايلد يكون انت ما عملتوش بروس، ممكن كان الشيلدرن ما كانوش مترتبين، فكان التلاتة وبعديها اتنين اللي هو هيروح للتلاتة الاول، فهو مش شرط يبقى مترتب، بيختار نود ويفضل يجو ديب في النود دي، يعني يخش برضه في الشيلدرن بتوعها يختار نود تانية ويجو ديب، عشان كده هو دبس. هو يعني هو لو كان ده مكمل لتحت كده، كنا احنا بعد النود 4 دي هنروح للنود اللي تحتيها، كانت تبقى هي اكشي هي الرابعه، لو كانت مكمله تبقى هي الخامسه وهكذا، يعني هو كان هيكمل لحد ما يوصل لاخر الباس ده كله، وبعد كده يرجع ويشوف بقى التشايلد التاني عند الاثنين اللي هو السيبلينج بتاع الاربعه، اخوه يعني، هيبقى اللي هي الخامسه اللي جنبه، وهكذا برضه الخمسه لو مكمله للاخر، دي في اس هيكملها كلها للاخر، يعني تقدر تقول الدي اف اس لما بيخش في سب تري بيخلص السب تري كلها في الترافيرسال، كل ده يعني كل ده ابستراكت، اللي هو احنا يعني احنا مش عارفين الهدف ايه دلوقتي، عايزين نجيب صم، عايزين نجيب مش عارف ايه، بس هي طريقه الترافيرسال، انا عديت على كل السب تري كلها قبل ما ارجع للبيرنت بتاعها، اخش على اللي بعديها، هعدي على كل السب تري بكل التشيلدرن اللي تحتيها، وبعدين ارجع، وبعدين لما ارجع اخلص الاثنين هرجع للواحد، انا لما ارجع الواحد كده كده برضه انا خلصت كل السب تري اللي تحت الاثنين. ماشي. حد مش مقتنع؟ ما لسه ما دخلناش في تفاصيل قوي، بس يعني حد عنده كومنت؟ ماشي. قبل ما نكمل انا شايف هيبقى احسن نشوف طريقة ان احنا نشيل الجراف اصلا، عشان لو جينا نكتب كود. انتوا عارفين الادجيسنسي ليست والادجيسنسي ماتريكس، ولا نشرحهم بسرعة؟ ده درسناهم، بس يعني لو عايز تقول قول بسرعة. ماشي، نقولهم بسرعة عشان برضه لو حد في الريكورد مش عارف. تعالى مثلا نشوف التري دي هيبقى شكلها ازاي في كل واحدة فيهم. لو فرضنا adjacency matrix، adjacency list دي عبارة عن ان انت كل نود بتبقى شايلة ليست اوف النودز اللي هي كونكتد بيها، بس هي زي ما بتقول هي ليست، يعني هي اسمها ليست للسبب ده بالظبط، فانت هي بتبقى 2D array، اول dimension بيبقى النود نفسها، ونفترض ان هي 1 based، فانت اللي عند اندكس 1 دي اللي هتبقى هنا، هبقى شايل النودز بتاعت 1، اندكس 2 هبقى شايل بتوع نود 2، وهكذا 3 4 5. هي في الغالب بتبقى يعني بتتعمل في array of vectors، او مثلا vector of vectors، لانها طبعا ما ينفعش في كل صف من دول احط فيه n وخلاص،
لان كده طبعا هيبقى ان باور 2. فاللي بيحصل مثلا هنا 1 كونكتد بال 2، فبحط اول element بحطه ب 2، وبعد كده كونكتد ب 3 فبحطه ب 3. دي دلوقتي كيس ان هي دايركتد، ال 2 كونكتد ب 4 و 4 و 5، والباقيين فاضيين عشان هم مش كونكتد بحد. في الترافيرسال انا في الفانكشن مثلا عايز اشوف الشيلدرن، بروح عند اول element في الفيكتور اوف فيكتورز اللي هو اول فيكتور، يعني اللي هو ده بشوف دول الري ده، هم دول التشيلدرن، وامشي عليهم اتريت عليهم واحد واحد براحتي. نفس الكلام في باقي الحاجات. ده لو هي دايركتد. لو هي ان دايركتد فانت بتحط مثلا في 1 2 بتحط كمان 2 1، فانت عند ال 2 هتحط 1 برضه. مثلا عند ال 3 المفروض تحط واحد راجع، المفروض مش هيبقى في اسهم بقى كلهم رايحين جاي، فهتبقى ال 3 عندها 1، ال 4 عندها 2، ال 5 عندها 2 برضه. دي كده هيبقى undirected، اللي هو ممكن اي نوت تمشي فيها في اي اتجاه، اي ايدج يعني تمشي في اي اتجاه. غير كده بيبقى الادجيسنسي ماتريكس، ان انت بدل ما يبقى فيكتور اوف فيكتورز كده بيبقى 2 دي اري، او برضه فيكتور اوف فيكتورز عادي يعني، بس الفرق ان انت بتبقى عامله ان باي ان. وطبعا انت ما ينفعش تعمل كده غير لما تكون مسموح لك ان انت تعرف تجي تعمل ميموري ان باور 2 4 5 وهنا 1 2 3 4 5. هو في الغالب بيبقى array of boolean، او ممكن مثلا تقول هو array بتاع correspondence. معلش الرسم لازم نرسم حلو. دلوقتي ال 1 بتروح، يعني مش شرط كونكت، هي بتروح لل 2، انا بحط هنا ترو 1 او ترو. لو كان هما ويتد مثلا سايز ايه، الويت هنا 5 او المسافه هنا 5، فبنكتب هنا 5. باي ذا واي هبقول حوار المسافه دوت في الثاني برضو. مش ادي كمان ماشي، هبقول حوار المسافه في الادجيسنسي ليست برضو عشان نسيت اقول هنا. مثلا لو المسافه بتحط المسافه، غير كده لو انت مهتم ان هما كونكتد بس يعني مفيش ويتس، اللي هو ان ويتد جراف، فبيبقى تحط ترو او فولس مثلا. هو توفيرا للمساحه خلاص يعني. 2 1 كونكتد ب 3، 2 كونكتد ب 4 5. دي ان كيس ان هي دايركتد. ولو ان دايركتد انت هو بيديك ان في حاجه مثلا من 1 ل 2، هو طبعا بيدوك مره واحده، انت بتحطه وتحط عكسه، فانت هتحط 1 برضه نفس الكلام فوق هنا يعني، ده في الانبوت مثلا يعني. فانت برضه هتحط 2 1 زي ما حطيته، ما يعتبروا اللي هو ريفليكشن على البني ادم يعني. و4 2 5 2 ده الادجيسنسي ماتريكس. ليه ممكن نستخدم الادجيسنسي ماتريكس بدل الادجيسنسي ليست؟ ده ليه استخداماته، ده ليه استخداماته. تعالى مثلا لو انا قلت لك قول لي هنا مثلا، قول لي ال 2 وال 5 كونكتد ولا لا، انت هتعمل ايه؟ مالكش غير ان انت تروح عند ال 2 وتسيرش في الاراي بتاعها كله وتشوف ال 5 هتلاقيها ولا لا. ده اوف ان الورست كيس طبعا، لو هي مثلا ال 2 كونكتد بكل حاجه فانت هتيتريت على كل النودز بتاعتها. وساعات انت بتبقى مثلا عايز تعمل كده يعني كتير. ده احد الاسباب. اسباب تانية ان انت ساعات الاري ده لو بعد كده هتاخدوا حاجه اسمها، كان اسمه ايه اللي هو all pairs shortest passes ده، فلويد تقريبا، ده عامل زي بيعمل dynamic programming على الاري ده. فهو بالنسبه له ان هي تبقى اري، مش ان هي تبقى ماتريكس يعني adjacency matrix غير adjacency list، هيبقى من استخدامات adjacency matrix يعني. وحته بقى الديستنس في الادجيسنسي ليست، ان انت هنا بدل ما بتعمل array of بتعمل vector of vectors او array of vectors يعني دي element واحد يعني. بدل ما يبقى of integer بتعمله pair مثلا، فانت كل واحد
بدل ما هو في رقم واحد بس، هنا انت تقول مثلا التو كونكتد بون وتحط في السكند بتاع البير ده، اللي ما عرفش البير هو بيشيل رقمين جنب بعض مش اكتر، يعني هو كأنه اري فيه اتنين، السكند بتاعه محط فيه الديستنس او الويت، مثلا هياخد 6 عشان يروح دي، ان كيس ان انت التو عشان تروح للون هتاخد 6، لو هما اندايركتد ونفس الويت اللي هي مثلا الوان هتروح للتو في 6 برضو، كان ساعتها برضو هنا هيتحط 2 و6. ممكن يبقى الاثنين مختلفين، قال لك تمشي كده هيبقى بويت، تمشي كده بويت مختلف عادي. تعال نشوف ايه اللي بعد كده. حد عنده سؤال كومنت بتاع اي حاجة؟ لا تمام كده ممكن نكمل. قشطة. كان في انيميشن هنا حلو للترافيرسال، بس هو بيقولها على جراف. خلاص تعال نعملها على جراف، جراف تكبير. فكس فكس. تعال نفترض بقى ان هي مش تري، وانت عايز تترافيرس الجراف دوت برضو بالدي اف اس، بس هيبقى فيه مشكلة. تعال نرسم راندوم جراف كده، واحد ثلاثة وخمسة هنا مثلا كده، فاكس دواير بعمل زي كده. و undirected انا دلوقتي عايز ابدا دي اف اس من هنا، فلو جينا نطبق بتاعه التري العاديه، تعال نجرب كده، هتمشي هنا وبعدين هنا وبعدين هنا وبعدين هنا، كل ده، وبعدين في الثلاثة هتروح تاني على حاجات. يعني اللي هيحصل لو عملناها بنفس الطريقة ان هو هيروح للواحد تاني وبعدين هيكمل تاني، هيفضل انفينيت لوب. احنا اللي احنا بنعمله، جرب بنعمل فيزيت اري، اكيد قابلتوا فيزيت اري ده في حاجة قبل كده. هو عبارة عن بوليان اري بتقول انا فيزيتد ده ولا لا، زرته ولا لا. ده مثلا بيبقى جلوبال وبرضه بيبقى ترو فولس. تعال نفترض ان هو 1 بيز دلوقتي، ده كل احنا التعامل كله في كده هيبقى 0 بيز، بس يعني الاسهل الشرح على 1 بيز، يمكن عشان كده كونفوكس بيحب ال 1 بيز. فانت اللي هيحصل بقى ان انت اول ما تيجي تترافيرس، انا عملت اندو اندو كله، اول ما تيجي ترافيرس من عند ال 1 هاي مين ده، الحاجات دي بتشتتني كل شويه. هتعمل ترافيرس من عند ال 1، بس قبل ما تبدا ترافيرس للتشيلدرن هتمارك ال 1 از فيزيتد. هو في الغالب في الكود حتى بنسميه كده، هنقول ال 1 دي فيزيتد، اتعلم عليها. كونك تيجي تبص عليها هنا هي اكنك هي متعلم عليها هنا يعني. ونروح هنعدي على التشيلدرن بتوعها، هنعدي على التشيلدرن اللي نوت فيزيتد بس، ولا نفترض هم مترتبين 2 وبعديها 3، فاحنا هنروح على الاثنين ونقول ان هي فيزيتد، ونعدي على التشيلدرن بتوعها، نروح عند الفور، اول تشايلد فيهم الفور هو الوحيد بقى يعني، هاد فيزيت من فيزيت الفور، نروح بعد كده عند الفايف وعند الثري. بص هو اصلا هتلاقيه في ديبس واحد جاب لك الاري كله. بعد كده الثري هتيجي تروح، لو اتفرض ان التشيلدرن بتوعها 1 وبعديه 4، هتيجي تروح عند ال 1 هتلاقيه فيزيتد اوريدي، فمش هتعرف، مش هتروح، لان خلاص ده معناه ان انا جيت هنا قبل كده. هتيجي تروح بعديها عند ال 4 هتلاقيه برضو فيزيتد اوريدي، فمش هتروح، فهترجع ال 5 هتخش على النكست تشايلد مفيش، هترجع 4 هترجع
كده اه الفور بعد ما خدت الفايف هتيجي تبص على النكست تشايلد اللي هو الثري، هتشوف هتلاقيه فيزيتد فمش هتكمل برضه، فهترجع وترجع وترجع وهكذا بس لحد ما توصل للون، وكده انت اكشلي عملت فيزيت او فلاد فيل، لان هي فلاد فيل مبنيه على دي، انت بتعتبر كأنك حطيت مثلا شويه ميه والميه دي عماله تفلاد كل حاجه لحد ما تفيل كل حاجه في الاخر اللي هي بتيجي هنا وهنا 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 لحد ما بتاع كله يبقى مليان. لو عندنا نود تانية بره مش هنعرف نوصل لها. وفي الغالب ده بيبقى مثلا استخدام الدي اف اس، ان انت بتبقى عايز تشوف مين من عند الوان مين اللي اقدر اوصل له مثلا. انا لما اعمل كده انا لو جيت ابص، لو فرض ده array of 6 array of 6 اه نود 6 يعني، ودي مثلا الفيزيت بتاعها هتلاقيه فولس. لو جيت انا مشيت عليهم كلهم اللي لقيته فولس ده معناها نودز مش كونكتد بالون، انا بدات عند الون نودز مش كونكتد بالون، فاكشلي هي مش كونكتد باي حد فيهم بس هي بالون اكزاكتلي، عشان هو لو هو مثلا دايركتد فده معناه ان انا من عند الون عرفت اوصل لدول. هل معنى كده ان انا اعرف اعمل العكس؟ لا، لان ممكن مثلا الفايف مثلا دي عامله كده ودي عامله كده دي عامله كده ودي عامله كده، فال1 تعرف توصل لكل دول كان محدش عارف يوصل لها اصلا، ما فيش حد يعرف يرجع لها. ال5 مثلا تروح ل3 مش عارف تروح لحد تاني وهكذا. ماشي، فانت دلوقتي هو الريل بيست ده هو اللي هيعرفنا هيخلينا نعرف نترافيرس جراف عادي من غير ما يكون تري. ايه هي التري؟ حد يقول لي. اي جراف بكل كل نود ليها تشايلد واحد او غلط يعني، ايه تشايلد واحد؟ لا، يعني بتبقى كل نود ملهاش غير بيرنت واحد، يعني كل نود مفيش طريقة نعرف نوصلها بيها غير عن طريق نود واحدة بس. ماشي، ده ينفع لو هي تري دايركتد زي اللي عملناها فوق، بس اه لو لو هي في ان دايركتد انت ينفع هيبقى نقول بالنسبة. ان الرايت تشايلد دايما بيبقى اكبر من ليفت تشايلد؟ لا طبعا، لا طبعا خالص، بعدين هو هي مش باينري، انت بتقول لي رايت وليفت، هم شله تشيلدرن، انا ما اعرفش مين رايت ومين ليفت، عشان كده انا قلت لك في الاول فوق، قلت لك انا حتى مش بمشي بالترتيب، انا ببيك واحد اربيتري حسب الادجيسنسي. يا عم بتعمل ايه؟ حسب الادجيسنسي ليست مترتب ازاي؟ في الانبوت كان مترتب ازاي؟ ممكن هو في الانبوت اداك 1 3 وبعد كده 1 2، فال3 هتبقى في الاول هنا وهيخش في ال3 الاول، فمش معنى كده ان يعني فاهمني مفيش علاقه بين ارقام النودز والطريقه اللي انا بترافيرس بيها. يعني اكشلي ارقام النودز دي انت ممكن تعتبرها اسماء وخلاص، فاهمني؟ فاطمه ايمن مشي. ماشي، التري هي، تعال نطلع فوق هنا، هي اي جراف عنده ان نودز وان ماينس 1 ايدجز بس كده. هي ممكن تحسها معلومات انتويتيف او بديهيه او اللي هو ايه ده، يعني دي تري عادي، هو في ان ايدج ان نودز وان ماينس 1 ايدجز. لو انا هزود لها واحد دي مثلا، ده مثلا بروف باي اندكشن، انا دلوقتي هزود لها واحد في نود 2 عشان اخليها كونكتد بال1. اه ما في في بروبرتي يعني نسيت اقولها وانا بقول في الاول، ان انت المفروض التري طبعا تبقى كونكتد، يعني هي فيها ان ايدجز ان نودز وان ماينس 1 ايدجز ويكونوا كلهم كونكتد. يعني طبعا ما انت ممكن تعملهم حاجات ديسكونكتد، ده يعني ما يعتبرش تري. انا عشان انا مثلا كونكتد 2 هنا، انا دي زودت نود اهي فبقوا 2 نودز، لازم ازود ايدج بغض النظر الايدج ده هيروح فين، بس لازم النود اللي دخلت دي هتديني ايدج فبقى 1 ايدج.
برضه ان وان ماينس 1، جيت ازود واحده ثالثه نود ثالثه، ايا كان هتكونكت بمين احطها عند اي حد كده، بقوا 2 ايدجز و 3 نودز وهكذا، تيجي تزود اي حد هيتحط حطه في اي حته، ممكن يبقوا 3 تشيلدرن، مش شرط تكون باينري تري. باينري تري دي اللي هي كله يعني كل واحد عنده 2 تشيلدرن ات موست، ممكن يبقى عنده 1 عادي، لكن التري العادية ما قالش عليها أي حاجة تري، يبقى هي دي البروبرتيز بتاعتها، ممكن يبقى عندها كذا تشايلد، يعني إن أنت دلوقتي 1 2 3 4 5 6 ايدجز، 6 نودز عندهم 1 2 3 4 5 ايدجز اكزاكتلي، 5 لازم اكزاكتلي ان ماينس 1، لأن أنت لو جرب كده تزود في التري دي، تعالى نكشن رقم الهبل اللي احنا رسمينه ده، لو جيت تزود اي ايدج لازم هيكونكت حد بالتاني، فانت ما دام كنا هتكونكت حد بالتاني يعني مثلا نحط التلاتة كده دي خلاص ما بقتش 3 ليه؟ لان هي بقى فيها ان بلس 1 ايدجز، بقى فيها ان ايدجز يعني دلوقتي، او بقى فيها اكتر من ان ماينس 1. السبب الاساسي اللي مخلي دي ما تنفعش 3 ان انت كده دلوقتي بقى في سايكل، التري عمره ما بيبقى فيها سايكل، دي بروبرتي من بروبرتيز التري برضه، مفيش سايكلز في التري، عشان كده لما كنا بنعمل دي اف اس فوق هنا ما كناش بنعمل بفيزيت ولا اي حاجه، وباي ذا واي انت لو بالدي اف اس على تري مش محتاج تعمل اي فيزيت، لان انت مفيش اي سايكل اصلا، احنا عاملين الفيزيت عشان مثلا في سايكل هنا اهي 1 2 4 5 3 وبعدين هيرجع تاني، او مثلا 1 2 4 3 1 هيرجع تاني، دي سايكل انت لازم تفيزت عشان ما تقعش في سايكل وما تطلعش منها. ماشي، كونها ما فيهاش سايكل ده بيخلينا ندرايف بروبرتي تانية، ان انت او كونها برضو كونها فيها بالظبط، هما الاتنين ماشيين مع بعض، كونها فيها n ماينس 1 وما فيهاش سايكل ده بيخلي ان انت الباس ما بين اي تو نودز ديستينكت، يعني ايه؟ يعني كل تو نودز ما فيش بينهم غير باس واحد بسايز واحد بس، وطبعا الباس ده يعني مش شرط يعدي على الروت طبعا، انت ممكن لو كان في واحد هنا اهو 7 كده، الباس ما بين السبعة والأربعة اللي هو ده مش لازم يعدي على الروت طبعا، لأن أنت موضوع بديهية من الأول ممكن تحس كده أو تفتكر كده، لكن لا هو ما بيعديش على الروت وهو باس واحد. طب إحنا لو في سايكل، لو كان في هنا مثلا كده، تعالى مثلا نجرب أمثلة تانية، أنت السبعة من السبعة لحد الستة هو باس واحد برضه، هو ده من الخمسة للاثنين مثلا اهو ده. طيب لو في سايكل يبقى هنعمل كده، يبقى السبعة لحد الستة ادي باص اهو، وفي باص تاني اهو من الاثنين اروح للتلاتة وبعدين اروح للواحد وبعدين اروح للستة، ادي باص كمان، واكش هتلاقي ان كلهم اصلا بقى في كذا باص، خمسة لاربعة بقى ممكن دلوقتي تروح من الخمسة لحد الاربعة بالطريقة دي، او من الاثنين حتى، او من السبعة او لحد السبعة وهكذا. فانت بروبرتي من بناء على الكلام ده كده، انت التري تو اي تو نودز بينهم باس واحد. البروبرتيز دي كلها تحسها اصلا يعني، اولا هي تحسها شويه بديهيه لو انت عرفتها مثلا، وبعد كده بعدين هتحس هو لازمتها ايه برضه، يعني اعمل ايه بكل، هتلاقي الموضوع قالب نظري شوية معارف، بس دي البروبرتيز اللي بيتبني عليها بعد كده الحل بتاعك، اللي انت مثلا مش ممكن لما اخش في مسألة بفتكر حاجة، بس يعني انت تكون مثلا في باس واحد ده يخليك خلاص، يبقى ده هيبقى ده البروف بتاع الحل بتاعك، ان انت عايز تعمل حاجة معينة وتجيب باس معين، عايز تجيب شورتست باس، مفيش هنا شورتست لان هو باس وحيد، حتى لو هما ويتد هو باس واحد بس، انت ما
فبيخلي الحاجة مثلا جريدي كده يعني. ماشي، حد عنده سؤال؟ الحاجات دي على فكرة ما تستصغر او ما تسهل، ما تستصغر، ما تسألوش بيها يعني، هي سهلة بس ما يعني هي مفيدة جدا يعني. ما حدش عنده سؤال ولا تعليق ولا كومنت ولا حاجة. نخش على ابلكيشن شوية، ممكن نشوف الانيميشن دوت دلوقتي. هو بناء على الفيزيت، نعمله بسرعة بس ممكن ازوم شوية عشان يبان، اصلا هيبقى الاف بي اس قليل جدا. هو عبارة بيعمل دي اف اس من عند الروت. حتة الستاك دي ممكن اجنورها دلوقتي، لان يعني هو انا كده كده احنا بنعمله ريكيرسيف، بس اكشن انت ممكن تعمل دي اف اس اتريتيف بالستاك يعني. هو هنا راح، بص زي ما قلت لك، هو بص يا اسلام، الحته هو ما راحش لل1، هو راح لاي نوت حسب كان اللي لقاه قدامه، اللي النكست تشايلد. ومن ال5 بيعيد نفس الكلام، دي مش تري، ده جراف عادي، فهو هيبقى عارف الفيزيتد. بسرعه يا عم شويه، احنا لكن كنا التمام يعني. ممكن نقول عشان في سايكل وفي طبعا اكتر من n minus 1 edge. اه بالظبط، انت هتلاقي هنا اكتر من ان ماينس 1، فغصب عنك هيبقى في سايكل في حته ما. لو بص التري لو حط لها اي ايدج زياده في سايكل خلاص كده. بعد الستة اه عمال بس يشرح الحاجات دي. ماشي، بعد كده التسعة، التسعة كونكتد بالخمسة، هو اكشلي ان دايركتد بس هو حاطط سهم على اللي هو راح. بص هيلاقيها ان راحت للخمسة وهي فيزيتد. بيرجع تاني للخمسة، هيتشيك نيكست تشايلد فيزيتد برضه، هيرجع تاني للزيرو، هيخش على النيكست تشايلد بتاعه. خش على التشايلد 1، ال1 بدأت بالزيرو لقيته فيزيتد فرجعت. لو ما كانش في فيزيت كان ال1 هتخش على الزيرو وتخش على دول تاني من الاول تاني، وهنقعد بقى نعيد ونزيد. تروح على ال2، بعد كده بعد ال2 هترجع لل1، تخش النكست تشايلد اللي هو التلاتة. برضه في ايدج هنا للفور، هيتشيك هيلاقي فيزيتد ومش هيعمل حاجة. بس ماشي، ده بيبقى غالبا الكود بتاع الدي اف اس، الكود الريكيرسيف. هو هنا اللي عايز يضيف في حتة الستاك دي شوية، انت ممكن تعمله بستاك بس هتبقى فراغ. ممكن تعتبر الستاك ده اصلا كده كده، هو انت لما بتعمل ريكيرسيف فانكشن انت بتكل فانكشن بحاجه. هو اكشلي الانر امبلمنتيشن مثلا في سي بلس بلس، لما تكل الفانكشن دي تاني هو اكشلي ستاك، هي اسمها ستاك حتى، هو الميموري متقسمه ستاك وهيب. بيجيب الكومبوننتس اللي هو محتاجها في الفانكشن زي البارامترز والحاجات اللي دخلت ليها والكلام دوت، ويحطها فوقيها في الستاك ويعملها، وبعدين لما يريترن بيخش في اللي بعديها. مثلا الفور كولد ال1 فيحطها فوقيها في الستاك، ال1 كولد ال2 يخش عليها، ريتيرن من الفانكشن بيرجع بيبوب من الستاك ويخش على اللي بعديها اللي هي ال1 اللي كانت تحتيها. ال1 هتكون حاجه مثلا تانيه غير ال2، 3 مثلا 3، فبدل ال2 هيتحط 3 فوق ويعمل الفانكشن ويرجع. بس فمالهاش لازمه ان انت تعمل الامبلمنتيشن اللي بستاك، واكشلي ومحدش بيعمل دي اف اس بستاك يعني، unless نيدد. انا عمري ما استخدمته الصراحه، بس انت تبقى عارفه ممكن تحاول تعمله يعني. هتفرق في حاجة في الكومبلكستي، في أي حاجة في تايم كومبلكستي لا مثلا لا أو لا 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 خالص، لان انت اصلا، ما بقول لك، انت لما بتقول الفانكشن دي اللي بيحصل في السي بلس بلس كود ان هو مجرد بيبوش على الستاك الاليمنت اللي جاي وبيديله البارامترز اللي يعني بيبوش، يعني زي ما تقول بياخد الفانكشن كوبي يحطها فوق الستاك ويحط لها البارامتر الجديد ويكسكيوت وهكذا يعني. اكشلي انت اصلا الفانكشنز شغاله بالستاك من تحت، لكن هو برضو احسن ان انت تعمل كده، لان انت لو عملتها بالستاك لو ما فيش سبب رئيسي انك تعملها بالستاك، فاكيد الامبلمنتيشن بتاع سي بلس بلس اللي هو الستاندرد اكيد هيبقى اسرع من الامبلمنتيشن بتاعك يعني، اكيد هو برضو اوبتمايزد اكتر. لكن في ساعات بتفرق في حاجات زي الديناميك بروجرامينج وحاجات كده، بيبقى ساعتها انت احسن تعملها اتريتيف، لان في حاجات بتحصل لما في يعني لو البارامترز كتير بياخد كوبي. بس يعني الحته دي سيبك منها دلوقتي، ما تفكرش في الموضوع ده دلوقتي يعني. تمام.
ماشي، هنعمل دي اف اس من عند نود. مش عارف ايه فيزيت كاونت دي صح. المهم هي الفيزيتد اري ده الجلوبال، بيقول ان النود دي فيزيتد ويعدي على التشيلدرن. اللي ما يعرفش هو دي اللي هي زي فور اتش، اللي هو دي الاي بس بدل ما تعمل حاجه اوف اي بدل الاليمنت نفسه، يعني هيعدي على جراف اوف نود. جراف ده زي ما قلنا فيكتور اوف فيكتورز، هيجيب اندكس نود ده الفيكتور بتاع التشيلدرن بتوعه ويتريت عليهم. هنا نيبور ده هيبقى بي 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 بيعبر عن تشايلد منه، لو لقاه نوت فيزيتد هيعمل الدي اف اس. هنا مثلا هو بيعمل فيزيت كاونت، هو عايز يعد كل الكونكتد في الجراف، كل الكونكتد بالزيرو مثلا. فانت لو عملت دي اف اس بيعمل هنا فيزيت كاونت عند بيبدأ بيحاول بون يوصل عليها من الزيرو صح؟ ايه؟ او من اي نقطة يعني، بيحاول يوصل لكل اي حاجة يقدر يوصل لها starting من نقطة معينة. بالظبط، ده عبارة عن ان هو بيكشف الكومبوننت اللي كونكتد بالنود اللي هو بدأ عندها دي. وخليكم فاكرين حتة الكومبوننت دي عشان هنخش فيها بعد شوية. يعني انت دلوقتي هو بدأ من الزيرو كده، هو بعد ما يخلص الدي اف اس هو راح، بعد ما يخلص يبقى هنا هيبقى راح عند كل الاليمنتس اللي كونكتد او اللي هم كونتيند في الكومبوننت دوت. هو عايز يعدهم مثلا، فبيعمل فيزيت كاونت ودي اف اس بترجع كل نود عملت له ترافيرس طبعا بالفيزيت، يعني مش تري، مش هقول لك هي بكل يعني لو هي تري كان هي فيزيت كاونت ده بيحط عدد، هيبقى شايل في الاخر عدد اللي هم في السب تري، لكن هي مش سب تري بس يعني ده هيبقى عدد اللي هو عارف يعمل لهم فيزيت وما كانوش فيزيت، اللي هو زودهم زيادة يعني، هيزودهم كل حاجة، جمعهم كلهم للتشيلدرن بتوعه ويرجعها لما يرجع للبيرنت، البيرنت هياخد برضه العدد بتاعه وهكذا. فهتلاقي في الاخر ان احنا عرفنا نعد اللي في الكومبوننت دول كلهم. حد مش فاهم حتة بنعد اللي في الكومبوننت دي، لو حد تاه فيها عشان انا هبلت فيها شويه. واوتو ده ما اعرفش اوتو ده، انت ممكن انا لو هو مثلا نيبر ده اللي هو الاليمنت دوت الريف انتجرز، فانت كنت تكتب هنا انتجر بس، اوتو ده اللي هو ايه بياخد التايب على طول يحطه هنا عشان هو عارف التايب يعني. ماشي، تعالى مثلا نمشي على الاكزامبل ده بسرعه. هنا هو هيخش في الزيرو، هيخلي فيزيت كاونت بواحد، بعدين يخش في خمسة هيخلي فيزيت كاونت بواحد وهكذا لحد تمانية. تمانية هترجع واحد، فالستة هتزودها اللي بيرجع هي بتزوده على فيزيت كاونت بتاعها، فالستة بقى عندها اتنين، هتروح على سبعة بقوا تلاتة، تروح على تمانية تسعة قصدي بقوا أربعة، فالستة دلوقتي عندها أربعة. تسعة لما تروح هنا هي مش هتروح أكشن، هي الـ if condition دي هتوقفها، فستة دلوقتي خلصت عندها أربعة، لما ترجع هترجع أربعة للخمسة، خمسة هتزودهم على اللي عندها اللي هي الواحد فبقت ستة. فأكشلي لو لقيت هتلاقي إن فعلا الخمسة دي لما دخلنا في الدي اف اس عملت فيزيت لواحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. إيه ده؟ إحنا أنا اتلخبطت في العدية، واحد اتنين تلاتة ودي كان عندها 1 فوق 4، أربعة بلس 1 يعني هتبقى أكشلي خمسة. هي عملت فيزيت لخمس خمسه اليمنتس، المفروض انقل ده على الوايت بورد بس هنقعد نرسمها في ساعه يعني. هتلاقي ان الخمسه بعد ما خلصت الكول بتاع، بتقول حاجه يا عمر؟ لا لا كنت أقول حاجة بس كمل كمل. ماشي، هتلاقي ان الخمسه فعلا عملت فيزيت في الكول بتاع الدي اف اس بتاعتها، عملت فيزيت لخمسه اليمنتس جداد اللي هي واثنين ثلاثه اربعه خمسه، هم خمسه. هترجع الخمسه دي الروت، الروت هيزودها على الفيزيت كاونت بتاعه اللي هو خمسة زائد واحد اللي كانت عنده فبقت ستة، بعدين يعمل الدي اف اس هنا تاني دي في الاخر الاربعة بعد ما تعمل كل الحوارات دي، الاربعة هترجع واحد اتنين تلاتة اربعة، هترجع اربعة تحطهم على اللي عندها، هم هنا كانوا كنا قلنا كام؟ كانوا ستة، حط عليهم اربعة فعشرة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة، عشرة فعلا. قول كنت هتقول ايه؟ الو عمر، ايه هلل معاك. قول كنت هتقول ايه، كنت عايز تقول ايه؟ اقول لك هو في الفور لوب دي، هو هنا بيلف على كل حاجه في الاري بتاع النود، يعني جراف ده
عبارة عن عبارة عن بص ايه؟ عشان انا هي مش فاهم دي بالظبط بتعمل ايه؟ ماشي. بص هي اس اكشن يعني اللوب دي بالظبط اعتبرها ممكن بتاع خط صغير صح؟ ممكن تشرح لي على الرسمة اللي فوق لو عايز، مش لازم ترسم. لا مش هرسم هكتب اوكي. بيفتح. شيء المدعكة اللي كانت بتحصل. هي اللوب اللي مكتوبة دي بالظبط هي بالظبط 4 int i equal 0 i أصغر من graph of nodes dot size. يعني الجراف ده actually صح، 2D هي array اوكي، بالظبط. ايوه هي دي الحته اللي انا كنت عايز افهمها عشان انا ما كنتش فاهم هو بيتريت على ايه في اندكس معينه. تمام كده. فلو كملنا مثلا if visited مش هتبقى visited of i بقى، لا هي هتبقى visited of graph graph of node of او graph of node i. of i of node of i الاثنين هي تي دي. لو هي visited هتعمل visit count او ايا كان، بس الكل بتاعت الدي اف اس هتبقى برضه نفس الكلام graph of node of i. بس انت اسهل من كده بقى لو سي بلس بلس 11 او اعلى بتبقى فور اتش اللي هي بتبقى فور اوتو، والاند دي عشان نخليها باي ريفرنس ممكن نحط اي بدل ما نكتب نيبر ونكتب اسم الاري اللي احنا عايزين نيتريت فيه. دلوقتي احنا مش عايزين نيتريت في جراف كده كده، لو عملت جراف بس هيبقى اي دي عبارة عن فيكتور بالظبط. اي دي عباره عن فيكتور محتاجه ادخل جواها اعمل اندكس تاني. بالظبط. هتجيب مثلا جراف اوف نود وتحت سي لاين عشان الخط، وبرضه ما نسيت اعمل ايه معلش على مؤاخذة. لا ولا يهمك، انا شايف تمام. فكده بقى انت مش هتعمل جراف اوف نود اوف اي، لا هتعمل اي على طول. لو مثلا عايزين نشوف فيزيت هتعمل اف فيزيت اوف اي، او فيزيت يعني كلمة فيزيت كاملة يعني اوف اي من غير ما تعمل جراف اوف اي. فاهمني؟ هو بيجيب لك الاليمنت نفسه يحطه في اي، ولو انت حاطط الاند دي بيحط باي ريفرنس. يعني انا لو عملت اي ايكوال 5 هي اديت اكشن الاليمنت دوت في الجراف ويخليه ايكوال 5 عشان انا حاطط الريفرنس دي. فاهم قصدي؟ يعني فيزيت اوف اي دي بدل ما نعمل فيزيت اوف جراف اوف نود اوف اي. ساعتها انا لو هعمل برضو دي اف اس هيبقى دي اف اس اوف اي على طول. فاهم قصدي؟ قول فاهم اي حاجه بتكلم انا قافل المايك، سوري كنت بقول لك. فهمت تمام. ماشي خلاص قشطة. هو هنا بقى بدل اي هو مسميها نيبر، او ممكن يسميها تشايلد، او ممكن تسميها الكود الانضف يعني انت بتسمي بدل اي بتسميها حاجه تمام معبر. ماشي طب في الرسمه كان جايب كل النودز كانت تعتبر مختلفه. طب لو كان في مثلا عندنا اربعه تاني، يعني عندنا اتنين نود اربعه او ثلاثه نود لا اربعه، مفيش كده، لازم كل نود يبقى ليها ايدنتيفاير. مفيش اند ايدنتيفاير يبقى زي الاند ايدنتيفاير التاني، ما ينفعش تسمي تو فاريبلز زي بعض مثلا. هنا كده نفس الكلام، انت لو هو مديهم لك الاثنين اربعه تسمي واحده اربعه واربعه داش. ما هو لازم، ما فيش اصلا حاجه هتديك كده، لان انت كده هتعاملهم بنفس الطريقه. فاهمني؟ ساعتها انت ما دام هو مديك الحاجات كده هو عايزهم متسميين، ممكن يديك مثلا سترينج في كل نود مثلا. فساعتها انت عشان تبقى كل حاجه ديستنكت تمشي عليهم كلهم وتدي كل واحد اندكس، وتحتفظ عندك باري مثلا او ماب ان انت لو معاك الاندكس تجيب اسمه، او لو معاك اسمه تجيب الاندكس. قول تاني، قول يا اسلام قول ايه. كنت بقول ممكن تبقى اوف بير بقى، يعني يبقى عندي القيمه بتاعتها والاندكس. لا ما انت كده لو هي لو في كذا حد كونكتد بيها هتشيل اسمها دوت كذا مره. ليه؟ على ايه؟ افرض الاسم ده كبير ممكن فعلا يبقى سترينج. ما في مساله يقول لك سترينجات مثلا، مش انت قصدك زي ما بنحط مثلا، انا بروح فين هنا، زي ما بنحط الديستنس هنا نحط مثلا معاها اسمها، مش ده قصدك ولا ايه؟ ده اللي كان قصدي، ان انا كنت هحط ان هي دي مثلا اول واحده بس دي انت التاني كده واحده. لو ال1 اسمها 6 يبقى تحط هنا كمان 6،
ما ينفعش طبعا. انت حطيتها كذا مرة، لو قال لك مثلا في ناس وكل واحد بيصاحب واحد وهيقول لك اسمائهم، انت اول واحدة دي اسمها الوان، دي اسمها خالد، فانت هتحط هنا خالد. ممكن لو في ويت فانت هتحط بدل بير بقى مثلا تخليه تريبل او تعمله استراكت مثلا وتحط خالد. بعد كده هتلاقي ان انت برضو هنا لما تيجي كونكت 1 هتحط خالد برضو، فانت هتكتبه كذا مره، ممكن يكون كبير، ممكن تقلب منك ان الور 2 في الاخر، فاهمني؟ اللي هو فرضا مثلا كلهم كونكتد بال1، هتكتب 1 هتكتب خالد دي عندهم كلهم، فاهم قصدي؟ فانت بيبقى الاحسن ان انت بتعمل اري تاني او ماب، اكشلي بتعمل الاثنين عشان تعرف ايه، تعرف تجيب باي دايركشنال، اللي هو تحط مثلا اري اوف سترينجز هنا مثلا 1 حط عنده اسمه، 2 اسمه مش عارف ايه، 3 اسمه مش عارف ايه، كده أسهل فعلا بكتير. بالظبط، لانك مش محتاج redundancy. هو ده ككونسبت، يعني انت لازم المعلومه تبقى موجوده في حته واحده يعني. لو انت بقى معاك مثلا بعديها خالد، ونفترض ان خالد distinct، لو هما مش متكررين، فانت ساعتها ممكن لو معاك خالد عايز تعرف الاندكس بتاعه كام، فانت تعمل ساعتها ماب، اللي هي الماب بتبقى هتخليها مثلا string to integer، والماب دي لما تديها لو هي اسمها ام مثلا، لما تديها خالد هتبقى شايل عندها الوان دي، اللي هي دي ساعتها هتديها مثلا محمد، ام في محمد هيديك 2 وهكذا. ده عشان لما تيجي في الاخر، لما تيجي مثلا لو قال لك مثلا هديك اسم شخص وقول لي كل الناس الكونكتد دي، فانت هتاخد اسم الشخص تجيب الاندكس بتاعه الاول، بعد ما انت عرفتهم كلهم في الاول مثلا وحطيت اندكس لكل واحد هو يديك اسمه، فانت تجيب الاندكس وتعمل مثلا اللي هتعمله ايا كان ايه هو، هتيجي في الاخر تبرنت انت الدي اف اس هيرجع لك ارقام، انت عايز اسماء الناس دي، فانت تقعد مثلا على الاري دوت تشوف الارقام دي كل واحد بيماب لانهي في الاري عشان تبرنت مثلا اسماء كل الناس. ماشي، اللي بعد كده كنت عايز اطلع فوق بقى. هنا دي حاجه من الحاجات اللي الدي اف اس بيحلها، انا كنت عليها وكنت قلت عليها في الاول برضه. دلوقتي ولنفترض هما دول اصلا جرافين مختلفين، فانت سيبك من الاثنين اللي على الجنب دول، ودي هنا اهي، هو هيديك جراف وهيديك نودز يديك ايدجز ويديك كل ايدج بيكونكت بمين، يعني شويه الانبوت العاديين اللي بيحصلوا في البتاع. وبعدين هيقول لك فرضا مثلا هو عايز، قال لك عايز اعرف هل هما كومبوننت واحد ولا لا، هتعرف اللي هو كده ليه كونكتد ولا مش كونكتد الجراف كله. بالظبط. هي معنى كومبوننت واحد معناها ان هي كلهم كونكتد ببعض، ان هي من عند اي حد تقدر تروح لحد تاني دايركت او دايركتلي او ان دايركتلي. تو مثلا تقدر تروح لل1 وانها تمشي هنا هنا هنا، هتعرف توصل في الاخر. هما كلهم كونكتد ببعض، هما كومبوننت واحد. دول مثلا لو كان الانبوت عامل كده دول مش كونكتد ببعض، فدول مش كومبوننت واحد. حد جه في دماغه حل؟ الكود اللي كان مكتوب من شويه كان دي اف اس عليهم، واشوف من دي اف اس من اي واحده منهم، واشوف في الاخر الكاونت اللي هيتبقى معايا هيبقى بيساوي عددهم ولا لا. حلو، ده كلام سليم. هنعمل دي اف اس زي اللي عملناه هنا ده بالظبط، اللي هو ده بالظبط. مين بيقول ايه؟ قول ايوه. ممكن نعمل دي في اوكي كده اصلا كونكتد ولا لا، فممكن مع مثلا دي في اس اوف 1 ونشوف احنا كده عايزين نتشيك هو يعني اكتر من واحد ولا واحد بس، صح؟ ولا نعرف عددهم؟ لا ما انا عايز اعرف هم كومبوننت واحد ولا واحد، يعني عايز اعرف اكتر من واحد ولا واحد بس، كومبوننت واحد ولا كذا كومبوننت. ماشي لو كده ممكن نعمل دي فيس اوف 1 وهيمشي كله كده، وبعد كده ممكن نعمل فور لوب لو في فيزيتد فولس يبقى كده اكتر من كونكتد، لو مش كده يبقى عادي. طب مش بالظبط، عايزين نعرف العدد اوف كونكتد كومبوننتس، لو ما ده عدد اللي يبقى عمر زي ما قاله، احنا
ولا عمر ما صوته ما بيجيش عنه بجد ما مش عارف بيطلع لي لا بس ساعات بتحصل في ميت ان هو حد يسمع حد انت سامع عمر اصلا تسمعه وهو بيتكلم ولا او سامع حد وهو بيتكلم هو انا سامع ايمن فغالبا هو سامعني انا سامع دلوقتي سلام الله خلاص هتلاقي ما وصلتش عندك او انت هو ده اللي كان قصدي عليه برضه ان احنا هنا طبعا احنا مش محتاجين نعمل كاونت بقى مجرد بس الفيزيت دوت هيفيدنا وخلاص مش محتاجين نزود كاونت هنا مثلا هتبقى روح لدي اف اس على طول من غير فيزيت كاونت بلس ايكوال ودي اف اس هتبقى فويد وهنشيل ريتيرن دي خالص كل اللي بيحصل ان انت دي اف اس لما بتخش عند نود هتروح عند كل اللي تقدر تروح عنده فرضا الجراف دلوقتي باي دايركشنال هتروح كل اللي تقدر تروح عنده وهتماركهم كلهم فيزيتد انا لما اخلص الكول دي هشوف الاري كله لقيت واحد فيهم فولس يبقى التو ما عرفتش توصل له التو ما عرفتش توصل له زير فور هو مش في الكومبوننت دوت يبقى هم كذا كومبوننت حلو بصات تاني بقى هات لي هم كام كومبوننت مثلا في الكيس دي هيبقى 1 في الكيس دي هيبقى 2 نعمل الاثنين دول ده وده طيب ممكن نعمل انفيستد هو ايمن بدأ الاول صح فنسمع ايمن ولا ايمن وبعدين نشوف لا ايش تعال يا عم قول خلاص يلا كل الفكره كنا هنفور لوب عادي احنا هنفور لوب عادي لو نوت فيزيتد نعمل دي اف اس اصل هو كده لما يجي يعمل دي اف اس هيعمل عند ال1 ويعمل ال2 وال3 وال0 ويعمل لهم ان هم فيزيتد والفور لوب بقى ما يجي عند الفور هتلاقي نوت فيزيتد فهيعمل دي اف اس عليها ونكاونت بقى ده كلام سليم ده اللي كنت هتقوله يا اسلام انا كنت اقول على حته الفيزيتد يعني كنت اشوف هرن الدي اف اس على نود وبعد كده كنت هروح هشوف الفيزيتد ديت لسه في فولس ولا لا لو ما فيش اي فولس يبقى كتاي كومبوننت واحد لو في فولس هقوم رن الدي اف اس على واحد من اللي كانوا فولس واشوف بقى كل الاري هبقى اشوف بقت كلها فعلا ترو ولا لسه في حاجه تانية فولس ولو في حاجه تانية فولس يبقى واحده كمان معانا وهكذا يعني بالظبط وانت لما تيجي داخل في كل واحده من دول بتعمل بقى الانسر بتاعتك بلس 1 ان في كومبوننت هنا فيزيتد وتعالى انفيزيت بقى بالظبط انا سمعتك يا عمر بس كنت مستني هم يخلصوا وبقى ايه اللي مش عاجبك انا برفع ايدي عشان متفق مع الفكره ما انت انا برفع ايدي لما متفق فاهم لا لا اصل انت من شويه قلت في حاجه مش عجباني قلت فكره مش عجباني انا كنت بهزر لا انا كنت عايز اقول الفكره اللي اسلام قالها دي بالظبط الفكره الاولى ما فهمتهاش بس يعني انا ما لقطتش اللي اتقال اصلا بص بفكر ان امبلمنتها ماكش كانوا حاطين مساله بس انا هحاول اشرحها لك تاني انا لو دلوقتي عملت فيزيت عند الزيرو هنبدا من الزيرو بقى هبدا دي اف اس مش فيزيت قصدي عامل دي اف اس من عند الزيرو الفيزيت ده هيبقوا مين 0 1 2 3 كلام جميل بعدين هيخرج من الدي اف اس وخلاص همشي على فيزيت اري هي فين ال اهي دلوقتي انا همشي على الفيزيت اري اللي عندي واشوف مين اللي لسه نوت فيزيتد طيب ده عامل كده هما 5 6 0 1 2 3 4 5 الزيرو هيروح هيعمل فيزيت لده وال1 ابستراكشن بقى هيعمل فيزيت وخلاص مش لازم نقعد نمشي على تفاصيل الدي اف اس كلها هيعمل فيزيت لده كل دول كلهم اللي عارف يوصل لهم وبعدين هيرتن انا هبقى واقف هنا جيت لقيته نوت فيزيتد فعملت وبعد كده بقى فيزيت وانا داخل على حد عامل له دي اف اس قبل ما ادخل دي اف اس من الاول خالص هزود الانسر بون دلوقتي واحد ان هو في كومبوننت اهو عملنا فيزت خش على اللي بعديه ال1 فيزت سكيبها خش على اللي بعديه 2 فيزت سكيبها 3 فيزت سكيبها خش على الفور نوت فيزت لسه يبقى زود الانسر 1 لان انا كده ضامن الفور ما دام مش فيزت يبقى في كومبوننت ثاني انا خلاص عرفت المعلومه دي
هزود 1، انا عارف ان في كومبوننت ات ليست في كومبوننت دلوقتي بره زياده، واخش على الفور اعمل دي اف اس عليها، هتعمل دي اف اس على نفسها وبعدين تروح للفايف تعمل دي اف اس، بعدين هنرجع تاني خلص الفور هتخلص الدي اف اس هبقى انا واقف عليها اهي، خش على الفايف بعديها الاقيها فيزيتد اسكبها خش، فالانسر بتاعتنا بقت 2. تمام كده وضحت؟ فهمتك. انا بس ما كنتش جمعت ان ايمن قال نفس الفكره دي يعني. لا هما الاثنين قالوا نفس ال خلاص. كان في سي اس اس تقريبا، لا كنا حاطينها تحت. ادي كلاسيفيكيشن اهي، you are given a graph of n nodes n edges on this graph you can perform the following type of operation delete an edge and add another one this connects counts as single operation. ماشي تعالى ما نخشش فيها دلوقتي ونشرح، سيبك من الحتة دي بس كان في حاجة عايز اشرحها. لو عندنا جراف، فرضا الجراف ده هو مش تري، هو جراف عادي، لما قلت تري يبقى هو جراف عادي، والنودز عاملة كده، بس كله يعني شغال. دلوقتي انا عايز اعرف ايه اقل عدد من الايدجز اللي تفضل موجوده بحيث ان الجراف ده يفضل كونكتد. حد عنده فكره؟ كل حاجه عندها 2 ايدجز نخليهم واحد. دي معلومه خاطئه، لان انت ممكن يكون هي دي اللي بتوصل ما بين اتنين. لا ما انا جمعته، خدت بالي، لان ممكن مثلا الاثنين عندها مثلا كذا حاجه، بس احنا لو شلنا ده وده مثلا خلاص لازم الاثنين دول يبقوا موجودين. اكشلي هو انت لازم اي حد هيتوصل باثنين، انت كده هتشيل كله يبقى الواحد متوصل بالتحتيه وخلاص. لا هي بص هي اتقالت غلط يعني. عايز عادي برين فاست. مش عارف الصراحه. لا يعني احنا عايزين نخلي الجراف ازاي تاني؟ يعني انا مش عايز فاهم. عايز اقل عدد من الايدجز تفضل موجوده، انا عايز امسح منه اكتر عدد من الايدجز على قد ما اقدر، عايز امسح على قد ما اقدر ويفضل كونكتد. يعني في الكيس دي انا ممكن امسح ده وامسح ده وامسح ده وامسح ده. طب ممكن كنت اقول مثلا لو الاثنين اللي تشيلدرن بتاعها مثلا 3 و4 والخمسه اللي تشيلدرن بتاعها 3 و4 فكده ممكن امسح 3 و4 من واحده من الاثنين، من الطريق بتاعها من 2 لل3 او من 5 لل3. دي كيس سبيسيفيك، ما انت هتعرف منين برضو يعني، ما اشمعنى يعني انت هتمسك كل بيرز مثلا وتشوف لو ولا ايه بالظبط؟ مش فاهم. تمسك كل بيرز مثلا تشوف فكره المالتي بيرنتس نفسها يعني، من الاخر انا عايز احولها تري يعني، فانا بشوف ايه ليه اكتر من بيرنت وبشيل منهم حاجه. بالظبط. لا مش بالظبط على الحته الثانيه، بالظبط على الحته الاولانيه ايوه تري. يعني بحاول يعني بحاول اشيل يعني مثلا الخمسه ما فيهاش غير الثلاثه والاربعه، فانا قدامي اوبشن ان انا اشيل يا الثلاثه يا الاربعه مثلا. بالظبط. انت خدت بالك وانا بشيل، كنت هشيل هنا ورحت جاي هنا. فهمت. التشيل دي هتفضل متشعلقه، التشيل دي هتفضل متشعلقه. بالظبط. ايه الاثنين والثلاثه، الثلاثه البيرنت بتاعها هو الواحد،
فانا ممكن اشيل السته وممكن اشيل الاثنين عشان الثلاثه مش محتاجاهم في حاجه. اكشن انت ممكن تشيل اي ثلاثه منهم يعني، انت ممكن لو شلت الثلاثه دول هي كونكت، لو شلت الثلاثه دول هي كونكت عادي، بس لا ما ينفعش يبقى حل. ليه؟ لان انت ممكن تكون هي بتكمل لحد هنا يعني، ممكن يكون كان في نود هنا هي على الثلاثه، فانت ساعتها ما ينفعش تشيل بقى ان ماينص 1 منهم، لازم تشيل، لازم تسيب اتنين بس، لان هي ممكن تكون بتوصل بحد تاني ملوش غيرها يعني، لو ماليش غيرك هي توصله في حد فوق. لا ما انا انا ما كان انا هي كانت جوه دماغي مش كده، وانا قصدي مثلا الواحد ليها بيرنتس، لا الاثنين ليها، ليها كام بيرنت؟ الواحد وال ليها الواحد والثلاثه بروبرتي ثانيه. قول لي. انت بتقول لي الواحد ليها بيرنت، مفيش هنا بيرنت وتشايلد اصلا، واكشلي التري مش شرط يبقى ليها روت واحد. انت انا افتكرتها اقولها مثلا دلوقتي يعني، احنا ممكن هنا التري دي لو هي مش دايركتد ممكن الروت ما يبقاش واحد، ممكن اخلي الروت اتنين يعني. انت جرب كده، انا عملت دي اف اس من عند اتنين هيطلع لي نفس الريزلت بالظبط. يعني التشيلدرن اللي هم دول، بس طبعا الترقيم هيختلف والترافيسر نفسه هيختلف، مثلا دول الاثنين بقت هي مثلا ليفل 0 او ستيب 0، اللي على بعد 1 ستيب هيبقى ساعتها اللي هي الفور وال5 وال1، دول اللي هم يعتبروا اول ليفل بعديها، والليفل اللي بعديه بقى الثلاثه، مع ان في الاول كانت الثلاثه هي اول ليفل وهي والاثنين مع بعض. او جينا نعمل احنا ممكن اكشن نبدا ترافيرسال من عند اربعه نعتبرها هي الروت، نروح من عندها هنروح عند الاثنين، والاثنين هتروح لخمسه وبعد كده واحد بعد كده ثلاثه. اي التري اي ايدج اي نود فيها ممكن تبقى روت عادي، ف انليس ان هو اللي بيسبيسيفاي وان هي مثلا دايركتد. لو هي ان دايركتد انت ممكن تعمل تعمل دي اف اس من اي حته، او اللي هو اكشلي تعتبر اي واحده فيهم روت. فما فيش كونسبت انليس طبعا سبيسيفايد في المساله، ما فيش حاجه ثابته اسمها البيرنت بتاع حاجه. انا ممكن لو جيت عند ال1 يعني مش ممكن يكون ال6 البيرنت بتاعها، لو انا عملت دي اف اس من هنا هيبقى هيبدا من هنا وبعدين يروح لل1، بالنسبه لل1 ده البيرنت بتاعها، وبعد اللي هو لما راح بعديها للثلاثه ده البيرنت بتاعها، وبعد كده هيروح مثلا للخمسه البيرنت بتاعها ثلاثه. ممكن انا بدات الدي اف اس من هنا، روح هنا البيرنت بتاع الفور بقى السبعه، بعد كده البيرنت بتاع الفايف بقى لو راح للفايف هيبقى فور. هيبقى اكشن بيرنت ده مجرد اللي انت النود اللي انت جيت من عندها، انا من الاربعه جيت من الاثنين فبالنسبه لي هي البيرنت بتاعي مثلا، واللي هروح لهم هم اللي واللي هروح لهم هم اللي تشيلدرن، لكن مفيش حاجه ثابته، فما تقدرش تبيز الحل على بيرنت او مش بيرنت. بس قول ممكن يليد بعد كده لحاجه، قول بعد انا على حاجه انا كده فهمت، انا تقريبا كده عندي اجابه جميله. قول بص هاجي عند كل نود اشوفها لو هي كونكتد باكتر من اثنين او يعني باكتر من واحد اكشلي، هروح اشوف النود اللي كونكتد بيها، يعني مثلا الاثنين كونكتد بالسبعه وكونكتد بالواحد والثلاثه والاربعه، هروح اشوف هي الواحد الواحد دي كونكتد باكتر من حاجه، يعني كونكتد بحاجه تانية غير الاثنين، او مقاطع ما بينهم مثلا، بعد كده الاثنين والثلاثه. لو اعتبرنا ان هي الجراف بدأ عامل كده، هتروح للواحد هتلاقيه كونكتد بناس تانية، بس الناس التانية دي ملهاش غير الواحد. لا انا هقول فاهم يعني، هو مش بالضروره كده بس مثلا، فالواحد كونكت بحاجات تانية، يعني الواحد هتفضل معانا جوه الجراف خلاص، يقطع ما بين الواحد والاثنين، بعد كده هقوم باصص الثلاثه اللي هي حاجه تانية كونكتد بالاثنين. يا ابني ما هو قطع بين واحد واثنين ده غلط، انا مش عايز اقطع، سيبك من اللي انا شلت دول، اعتبر دول ما كانوش موجودين من الاول، دول كده اعتبرهم اهو. ما انا مش قصدي شلتهم في الحل، اعتبر انت الانبوت كان عامل كده، يعني الانبوت اصلا مثلا اهو كده الالجوريزم بتاعتك مش هتشتغل، هتروح للواحد هتلاقيه كونكتد بحاجات تانية، بس الحاجات التانية دي انت لو عملت لو شلت كده انت بقى قسمت بقى تو كومبوننتس، قطعت خالص منه.
هي شكلها شيء سر يعني، انا مش عارف احنا مش عارفين نحلها ليه. شوف بقى السر. حد عنده فكرة تانية؟ حد دعبس وجاب حاجة؟ فاطمة جالك اي فكرة؟ واحدة بس، هو السؤال بس عشان النت عندي وحش قوي. قول سامعني؟ ايوه قول ايمن. انا بقول لك ايه السؤال عشان الدنيا بتقطع عندي او جامد، النت بيقطع عندي. يا عم قول. اقول السؤال ايه؟ ايه السؤال؟ هو مش عارف السؤال اصلا. انا مش عارف السؤال. بص السؤال، عايزين نشيل اكبر عدد من الايدجز بحيث ان الجراف يفضل كونكتد، برضه كونكتد اللي هم كومبوننت واحد واللي هو ممكن اي حد يروح لاي حد. بس كده جالك السؤال ولا تمام؟ تمام. قول. طب انا عندي فكره بس انا مش عارف هتشتغل ولا يعني ممكن نعمل اللي هو فكره الان ديجري وكده، بمعنى يعني مثلا واحد ده يبقى ليه ان ديجري 3 صح؟ صوتك قطع. 3 اخر حاجه وصلت كده. ان ديجري 3 ها اخر حاجه ان ديجري يعني 3 الواحد ده ليه ان ديجري 3 صح؟ اوت ديجري اوت ديجري ماشي. والستة واحد والثلاثة ثلاثة. بس ما فيش هنا ان اوت، هنا الان زي الاوت. يعني يعتبر التشيلدرن بتوعه يعني، مثلا لو كونكتد بمين زي ما فيش ان اوت فعلا صح. لو هو كونكت، لو هو دايركتد كونكت كده ان اوت. حد بعت في الشات؟ فاطمه بعت. هي كونكتد بستة اتنين تلاتة. نود 1 كونكتد بستة اتنين تلاتة. ماشي بعدين. طب هو هي عدد الماكسيمم ايدج بس يعني الماكسيمم ايدج اللي اقدر اشيله خلاص؟ يعني انت عايز اجابه يعني رقم ولا انت عايز الايدجز تحديدا ايه هم؟ لا ما انا بعد شويه كنت هقول لكم طلعوا بقى لما كنت هتجيبوها كنت هقول لكم. يعني ايه ما هو كده اي حاجه زي كده لما هو جراف كنت اخليه 3 اللي هو ام ماينس 1 واطرح بقى عدد الايدجز الخالي من ان ماينس 1. لا بس هو تقريبا عايز الايدجز اللي تتشال. ايه قول يا عمر والتاني معلش. لا هو اسلام بيقول لك احنا ممكن نجيب الان ماينس 1 ونطرحهم من عدد الايدجز ونبقى عرفنا الرقم، بس احنا بنحاول نعرف انهي ايدجز صح؟ ما هي دي المشكله. ما عايزين انهي يعني اي ايدج. حد اسلام كنت هقول الايدج في السايكلز بس انا النت عندي زباله برضو مش عارف. انتوا سامعيني طيب كده ولا ايه؟ يا عم سامعينك كل حاجه بس مشكله الايكو دي اللي ما اسمه ايه ده ما بنسمعكش منها لما يكون حد بيتكلم وانت بتتكلم. حاول تبقى ممكن البس هيدفونز مثلا مش عارف. المهم كمل كنت بتقول ايه؟ كنت هقول ان احنا عرفنا العدد اللي المفروض يتشال لما نطرح عدد الايدجز من ان ماينس 1 وبعد كده بقى احاول لما اديتكت سايكل يعني احاول لما الاقي سايكل اطرح من السايكل ديت. ماشي ده كلام سليم. انت بتقوله كده وخلاص لو انت كنت بترمي حاجه بس اكشي هو ده الحل. هو يا جاف في دماغي كده والحته اللي بعد ما انا فاهم والحته اللي بعديها اصلا اللي انا بسال عليها برضو بيزد اون دي. يا عمر وايمن، ايمن انت كنت عايز تقول حاجه صح قول تقريبا، او عمر كان عايز يقول حاجه. ماشي خلاص هقول لك حاجه بس مهمه بالظبط مش الكويشن. قول كده الام سكوير دي او ان سكوير. انا هعمل ايه؟ هشيل ايدج واعمل عليها دي اف اس، كل شويه اشيل ايدج واعمل دي اف اس واشوف هل عدد نمبر اوف كومبوننتس اكتر من 1 ولا لا. لو اكتر من كومبوننت لا يبقى ارجع تاني وهكذا. هي بسيطة بس يعني اكيد في حاجة احسن يعني. هي بسيطة بس الكلام صح جدا. دي بروت فورس، ده بروت فورس ان باور 2 ان انت هتشيل
اي ايدج يجي قدامك واللي يقطع لك الدنيا خلاص رجعه تاني وخش على اللي بعدي. ده كلام صح ماشي، بس طبعا احسن حل هو اللي قاله اسلام اتليست في اللي عشان نعرف العدد، لو هم عددهم ان ماينس 1 انا مش هعرف، مش مفيش حاجه تتشال خلاص كده، لان ده معناه ان انت هم كونكتد باقل عدد. برضو دي بروبرتيز التري، بص مليانه بروبرتيز لجنه عماله انسى حاجات او ممكن اكون بقولها تاني مش فاكر، بس هي التري لو شلت منها اي ايدج هتتقطع. وده ليه اصلا؟ برضو بناء على بروبرتي قديمه، اكشلي كل البروبرتيز بتبني على بعضها. انت مش احنا قلنا ان التري بين كل تو نودز في باس واحد؟ انت لما بتشيل الايدج ده، الايدج ده اكيد باس ما بين حد والتاني اكيد، لانه كل واحد بينه باس واحد، فاكيد مفيش سايكلز، فده اكيد باس ما بين حد وحد تاني اتليست 1 اتليست 1 واتليست 1. انت لو شلته كده انت قطعت اتليست 1، فانت ما ينفعش تشيل ايدجز. فانت التري من صفاتها ان انت مفيش ايدج مالوش لازمه، يعني هي واخده اقل عدد من ايدجز تقدر عليه اللي هو ان ماينس 1، غير كده هيبقى جراف ديسكونكت. لو لقيتهم اكتر من n minus 1 كانوا n plus 5 مثلا، لو هم n يبقى في ايدج زياده، يعني الباقيين دول زياده بقى، يعني لو هم n plus 5 يبقى في 6 ايدج زياده وهكذا. لو اقل يبقى لك جراف اللي هم ادوني ده مش كونكتد اصلا، ساعتها طلعوا نيجاتيف 1 بقى، وايا كان لو هو كان قايل في المساله انه ممكن يحصل كده اصلا. ماشي، دلوقتي انا عرفت ازاي اجيب العدد عشان عدد النودز اللي هشيلها او الايدجز، معلش الايدجز اللي هشيلها بحيث الجراف يفضل كونكتد. اعرف الايدجز دي منين؟ عايز اعرفها بقى، قول لي مين اللي اشيله. وده اكشلي يعني هو ده اللي بيزد عليه المساله الثانيه اللي انا فتحتها وقفلتها دي. معلش يا خالد، هو اللي اسلام قاله او اللي انت قلت ان هو ده الحل، هو ده كان بيجيب ايه بالظبط؟ بيجيب انهي ايدجز اللي هنشيلها ولا بيجيب نقدر نشيل كام ايدج؟ بيجيب عدد، ما اقولك ده اللي هيخلينا نجيب عدد الايدجز اللي هنعرف نشيلها. ما انت معاك ان انت محتاج وصلنا للسولوشن وانا اللي مش فاهم. اوكي تمام. لا ده بيجيب العدد بس، انا بقول لك هو بيزد عليه بعد كده هنجيب التاني، بس يعني أوكي. لسه ما قلتش الحل نفسه، فاهمني؟ اوكي. فانا عرفت ان انا هشيل مثلا في الكيس دي لو شلت هنا وهنا 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 هشيل اربعة اهم شلتهم، فانا عرفت ان في اربعة هيتشالوا والباقيين هيبقوا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، ودول سبعة نودز، يبقى ان ماينس وان صح، ما اقدرش اشيل اكتر من اربعة. هشيل مين بقى؟ اديني حبة اشيله. واكشي هو في كذا سوليوشن، طلع لي اي واحد انت اصلا. واحنا بنجرب هتلاقي ان يعني هو اكش احنا ممكن نشيل، يعني ممكن نبدا باي حد ونفضل نعمل، يعني المهم نفضل ماشيين نبقى ماشيين صح. يعني في سوليوشنز كتير جدا، هتلاقي واحد منهم قول لي لو شلت كذا وكذا 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 دول هيبقوا هيفضل كونكتد وهنتبقى بعدد ايدجز اقل حاجه نقدر عليها. حد جاله فكره؟ طب في حد بعت حاجه في الشات؟ هي فكره الكوش دي حلوه. قول تاني الصوت قطع. فكره الايه؟ فكره البروت فورس. هذا البروت فورس ان بار 2 طبعا احنا عايزين. دي الفكره الوحيده سو فار اللي تنفع تتنفذ. بس هي شغاله، هي هتجيب الحل صح، بس ما طيب بس هي بتطلع. طب بص احنا عايزين نعملها تري صح؟ فنشيل سايكل، هتلاقي في سايكل بيحصل طبعا، فعن طريق دي اف اس مثلا لو 1 2 3 لو رجع لواحد تاني شيل البين واحد وثلاثة. دي فكرة جميلة جدا دي. الكلام ده صح جدا، هو ده الحل. دي فكرة تحفة دي، لو لقينا حاجة تداني نقوم شايلها. هو انت لو كنت طولته شوية كنت هخليكوا اديكوا هنت. بص هنا كده الجراف الأول كان عامل ازاي؟ كان جراف عادي. وبعد ما عمل الدي اف اس سيبك من اللي هم عمل لهم فيزيت، لو اجنورد اللي هو اللي راح ولقاهم فيزيت هتلاقي الباقيين شكلهم تري. انت بالظبط ديفس هتلاقي هتلاقي ان الدي اف اس بيعمل تري.
بالظبط. اي حد كان رايح لحد فيزتد هنجنور الايدج ده في الحل بتاعنا، هناخد الايدج دوت هو ده اللي هيتشال، لان ده مكود انت مالكش لازمه، عامل اسمه ايه ده، عامل سايكل، فخلاص ده اللي هيتشال. نرجع تاني هتلاقي برضو الواحد كونكتد بالزيرو هنشيله، هنلاقي التلاته كونكتد بالاربعه هنشيلها. فيبقى هنا مثلا لو الجراف دوت هيبقى الحل بتاعه تلاته، واللي هو نشيل ده وده وده. طبعا في حل تاني حسب الترافيرسل، لو كنا بدأنا، خلي بالك الجراف دوت ان دايركتد، هو بس بيحط الترافيرسل كان عامل ازاي. لو كنا بدأنا من نوت تانيه كان الترافيرسل هيبقى مختلف، فكان هيبقى كان ممكن مثلا اللي هي من خمسه لسته دي مثلا اللي تتشال، يعني يخش في تسعه وبعدين خمسه، فبالنسبه له خمسه سته دي اللي فيزت. فهتلاقي دايما ان في كل سايكل بيشيل منها واحده ايا كان هي مين. بس دي خليها لسه بدري عليها شويه، بس لو قال لك قول لي بقى في كام حل. ففرضا لو هم تو سايكلز DFS ايه؟ بعد اعمل فور لوب من بره حدد لي هبدا من انهي نود، اجرب ابدا من عند كل نود ومن عند كل نود دي اف اس واجيب سولوشن. لا بس ما اعرفش الصراحه ده ممكن يشتغل ولا لا، بس ممكن لا، بس هي لو انت عايز قلت له ده، لو انا عايز اجيب كل البوسيبل سولوشنز هتشتغل. اه هل ممكن يكون في سولوشن الدي اف اس مش بيجنريته اصلا؟ مش عارف، ممكن لا ما اعرفش الصراحه. لا احنا من عند البروت فورس عليها بفور لوب من 0 ل 9 وابدا من عند كل النودز اكيد هتشتغل، ما انا هجرب كل البوسيبيليتيز يعني. مش اكيد لازم تبروف هي تشتغل، ما مش عارف الصراحه. بس هو وغير كده طبعا، غير التايم ليميت ان هم عددهم كتير، فانت طبعا التايم ليميت انت مثلا هيبقى حل ستاتستكس ساعتها بقى، تجيب السايكلز دي مثلا سايكل اوف 3 ودي سايكل ثانيه اهي اوف 3، سيبك من ديت عشان هي هتصعب الموضوع شويه عشان هم كونكتد ببعض. بس لو نفترض ان هي السايكل دي بس اللي هي 0 4 1 والسايكل 5 6 9، فانت ممكن كل واحد هتشيل منه واحد، فانت هم اكنك حاجتين كل واحده ليها 3 تشويسز، هات كل الكومبينيشنز ما بينهم تختار. مثلا لو رقمناهم فاللي هي هنا مثلا في ثلاث اختيارات وكل اختيار منهم في ثلاثه هنا، فيبقى الحل ثلاثه في ثلاثه اللي هم تسعه مثلا ساعتها في الكيس دي، فاهمني؟ لو في بقى سايكل وسايكل تانية مشتركه في ايدجز زي ما هنا الفور دي مشتركه في معاها في دي، فساعتها بقى يبقى الموضوع هيخش في انكلوجن واكسكلوجن يعني وكده. بس انا فاكر انا قابلت مسائل شبه كده قبل كده يعني، بس ما علينا دلوقتي، ده حاجه بقولها كاضافيه يعني. ما عملنا ايه دلوقتي؟ بروبرتي للدي اف اس ان هو الترافيرسال بتاعه دايما، واكشلي البي اف اس برضه الترافيرسال بتاعه على شكل تري، لو انت بتجنور الفيزيتد الترافيرسال بتاعه على شكل تري، لو مش على شكل تري يبقى انت لو انت بتمشي على الفيزيت تاني هتقعد تسايكل حوالين نفسك. واكشلي في حاجات بتبقى عايزه كده، او مثلا ممكن وانت راجع من نود تشيل الفيزيت من عليها، فده ساعتها مش هيبقى دي فيس بقى، هيبقى اسمه باك تراكنج. حد سمع عن الموضوع ده بكده؟ عن الباك تراكنج؟ او حلت دي اي حاجه؟ بس ده مش موضوعنا، بس انا بقول يعني ان هي حاجات ريليتد. بروبلم قبل كده اللي كانت حليت بي 1 بروبلم قبل كده اللي كانت بتاعه الانس كوين اللي هو كم عدد. ما دي اكتر بروبلم باك تراكنج دي. انت هي البروبلم اللي انا اتعلمت عليها الباك تراكنج ولحد دلوقتي تقريبا ما اعرفش احلها، ما اعرفش ليه. كلها بيز دون ان انت بتروح زي يعتبر نود معينه، النود دي بتمثل ستيت، بتروح تعمل فيزيت وبعدين تخش على اللي بعديها، وبعدين وانت راجع كاننا رجعنا من عند الثمانيه هنا عملنا ان فيزيت للسته ورجعنا تاني للخمسه. فبعد كده لا ما هو انا مش عارف احل المساله دي مش عارف اجيبها اكسبت تحديدا، ما اعرفش ليه. ما هتلاقي بقى البنجات بقى زي بتاعت الباينري سيرش اللي قعدت معانا اسبوع. بس فانت هنا مثلا لو عملنا الحته دي هتلاقي ان هو بعد ما يرجع من السته هيشيل الفيزيت، وطبعا الفيزيت بتاع التسعه كمان هيبقى اتشال، فاكشلي الخمسه هتخش تاني على التسعه، بعدين تخش على التشيلدرن تاني. هتلاقي مثلا ان هو كده هيجنريت كل اشكال التريز اللي يقدر يعملها مثلا، او كل الباسز اللي يقدر يعملها.
فاهمني؟ ممكن تحتاج كده فعلا في مسألة، فاهمني؟ حد عنده أي حاجة؟ هو احنا مش هناخد باك تراكنج في يوساكو ولا ايه؟ مش عارف والله، وانا بفتح يوساكو اشوف ايه النكست كده واسمي الله. اعتقد كلنا عارفين، بس هو انا مش لاقي باك تراكنج. انا ايه ده؟ انا مش عارف يوساكو هو بيزد اون ايه الصراحة، بس يعني هو عشان في كونتنت كتير لا نفسه. بس هو متقسم تقسيمة حلوة يعني، بعد ما جربنا نمشي في حاجة لا يعني فعلا بيبقى بيبني الحاجة ورا بعضها بشكل يعني انت بتدركه بعدين، فاهم؟ انا كان عجبني حتة ان التو بوينتر بعد الباينري سيرش دي. بالظبط. انا كنت فاكر ان دي حاجة غلط واللي هو ما انا ما اتعلمتهاش كده، بس لا لا يعني لما جيت احل بعد كده واكتشفت ان انا في مسائل تو بوينتر بستخدم فيها باينري سيرش، لا ادركت يعني. بس ماشي. احنا قلنا بقى الحل هنا هو انك تدي اف اس. فاطمة عندك سؤال او اي حاجة؟ عشان معلش انا ساعات مش باخد بالي من الشات، ببص لقيت مسج بقى لها حبة. ماشي ابتدي وهبقى اشوف عشان ما نفضلش قاعدين ساكتين. ماشي. لو جينا نطبق السوليوشن هنا زي ما قلنا، انت ممكن تدي فيس من اي حته. فتعالى مثلا هنبدا من 1 عشان احنا متعودين نبدا من 1. اكشلي في الكود برضه انا ببدا الدي فيس من اول نود وخلاص على طول، لو انا عايز اعرف كونكتد او مش كونكتد. او كان ال 1 هتروح لل 2، وبعدين ال 2 هتروح ولنفترض لل 7. 7 4 4 5 3 6. بص ممكن عادي اهو، ده جراف خط واحد عادي، ده جراف شغال. هتيجي ال 6 بعد كده هتلاقي ال 1 فيست، هنشيل دي. هتيجي بعدين هترجع هتلاقي ال 3، هتلاقي ال 1 فيست، تيجي تخش عليها هتلاقيها فيست برضه هتشيل. تيجي تخش على ال 2 تلاقيها فيست تشيل. هترجع ال 5 مفيش حاجة تاني. ال 4 هتلاقيها، هتبص على ال 2 هتلاقيها فيست فهتشيل. هيبقى هما الأربعة دول، وأنت بتقول له شيل دي، شوف أنت فين ومين اللي ومين اللي التشايلد بتاعك اللي أنت كنت هتروح له. يبقى أهو قول له مثلا 4 2، قول له مثلا 3 2 في الحتة اللي هو بيتشيك فيها الفيزيت دي. هنا مثلا لو لقيته بدل نوت بقى حط واحدة اللي هو لو هو فيزيت فعلا. اعمل جلوب عندك مثلا جلوبال 2 دي فيكتور، حط فيه اللي هو الرقمين دول اللي هو النود والنيبر اللي انت كنت رايح له، ده ايدج اهو. بس ماشي. هو هنا كان برضو متهيألي بيعمل نفس الموضوع دوت بس على دايركتد جراف. من الحقيقة هو مش عارف الهدف بتاعه ايه. تعال نشوف، تعال نشوف. This is considered two graphs below the one on the left undirected but not connected. ده undirected بس مش connected. One on the right directed. Observe the graph. We can tell that calling the DFS algorithm with the starting node set 0 will not visit all nodes. طبيعي. لو انت عملت دي اف اس من هنا مش هيعرف يروح لل1، ال1 تعرف تروح له لكن هو مش هيعرف يروح. The solution to visiting all the nodes in such graphs is simple. There is visiting while there is some unvisited. هو ده يعتبر نفس السوليوشن اصلا اللي احنا كنا بنشوف بيه فوق في المساله دي. مثلا لو انت شوف اي واحد نوت فيزيتد، لو عملنا دي اف اس من عند الزيرو هيروح ل0 و2، خش على اللي بعديه اللي هو ال1 هيلاقيه نوت فيزيتد. هي اكننا بنعامله اكنه نوت كونكتد كومبوننت، ساعتها خش فيزيت من عنده. هو مش قال هدف معين، هو قال الهدف بس ان انت تعرف توصل لهم كلهم. هو هنا بيعمل كده وبيعمل حاجه كده عموما يعني ما استخدمناها قوي. يعني هو بيسمي كل واحد باسم اللي هو التري ايدجز، وفي باك ايدجز اللي هم مالهمش لازمه بيروحوا على حاجات فيزيتد، في فورورد بيروح على جاس فيزيتد برضه بس من تحت، في واحد بيروح لسب تري تاني. ممكن هنفهم لو شفناه هنا. هو سرع شوية بيعمل دي اف اس برضه عادي، خد السبعة بعديها هيحاول يروح على الخمسة
هتبقى شغالة عادي، الخمسة هتحاول تروح للستة فلاقاها فيزيت بالنسبة له، لو بيفيزيت في تشايلد تاني ده كده بيسميه كروس ايدج، مش عارف ليه بيسميه، بس يعني فكك من المسميات دي، المهم انت تبقى عارف الحاجة يعني ايه هي او استخدامها ايه. لو هي بتروح لحد فوق حد فوقيها يعني، او في الباس اللي يرجع منه بيسميه باك ايدج. لو العكس مثلا زي ما الزيرو هيحصل اي حصل ايه بيسميه فورورد ايدج. وكمان في حتة الدايركت دي لو تاخد بالك، هو مش شرط الروت واحد هيروح لكله طبعا، لان هنا مثلا انت الزيرو ده كده شويه ايه الزيرو ما عرفتش توصل للون، فانت الون ده هنبدأ من عنده تاني، فانت هيبقى كأنه هو الروت تاني، الروت بتاع الكرنت دي اف اس اللي ماشيين عليه او الدي اف اس تري اللي ماشيين عليه. هيجي يروح لخمسة برضه هيعتبرها كروس ايدج عشان فيزيتد من سب تري تانية، هيروح للاثنين والاثنين تروح للثمانية، الثمانية تيجي يروح للأربعة تقول إن هي كروس برضه. كروس ايدجز اور ايدجز زي كونكت ديفرنت سب تريز، باك بيروح لمش عارف ايه، شوية حاجات نظري كده ملهاش لازمة، انت لما تحل اصلا كتير انف هتقابل كل الكلام ده وهتعرف. ماشي بتهيألي كده انت تقدر تحل المسألة دي وهنحطها assignment برضو. بيقول لك انت هيديك جراف n nodes m edges، ما قالش مين هيبقى كام، هي ال constraints ده لحد 100,000 وده لحد 100,000 بس، وهم number 1 to n. و you can perform the following type، ممكن ت delete edge وتحط واحد تاني. This counts as a single operation. You should perform the minimum number of operations in order to make this graph connected. ودي متهيألي لينك ويكيبيديا اللي connected ده. The first line contains two integers، وبعد كده هيديك كل edge فيه. مفيش حل اقول له negative one غير كده، هتديله عدد الاوبريشنز، الاوبريشن عبارة عن يو في ويو في، هتمسح مين وهنحط مين. هو ايه الهدف؟ معلش انا وقعت كده، احنا بنحاول نعمل ايه؟ perform the minimum number of operations in order to make the graph connected. اوكي يعني ماشي اوكي، operation عبارة عن تمسح وتحط، لازم الاتنين مع بعض صح؟ يعني امسح واحط يا باشا. تمسح في حد وتحط في حد تاني، ما ينفعش تجيب الايدج من عندك. بسيطة دي. ماشي، هو عايزهم كونكتد، ما قالش ما طب جابش لحظة كده، تري ولا اي حاجه. هي سولوشن ظريفة اهي. أو لا، ولا هو عايزني أديله التفاصيل بعد كده بتاعت اللي أنا عملته؟ طبعا هو عايز تمسح مين وتحط مين. بالنسبة لي فكرة لطيفة ده أوي، مين ده؟ تريس تري هزود ان العدد. ماينس 1 واقسم، ايه الشغل ده علينا؟ كنت هزود عدد الكومبوننتس ماينس واحد. اوكي وتشوف عدد ايوه، وتشوف هو فعلا ده هيشتغل لو هو عايز العدد بس، وتشوف ايوه اللي بالظبط، عنده اللي هو من هشوف الزياده. عدد الكومبوننتس وابقى عدد الكومبوننتس ناقص واحد، واشوف بقى انا عندي ادور على نفس العدد ده من السايكلز، لو لقيته يبقى ينفع واشوف بقى السولوشن ساعتها، افك السايكلز يعني واخد الاجابات بتاعتها احطها اوصل بيها كومبوننتس. بالظبط هو هو ده في سايت كذا ايه؟ حاجة. مش السايت ده شكله غريب، ايه ده؟ خش في اسمه ايه ده، البتاع بتاع البتاع، هتلاقي سي اس اي. بص انا بقى بشوف اللينكات دي، بدوس على اي واحد راندوم كده، بالذات لو جنبه نجمة ده بيبقى اللي هو النجمة دي ريكومندد. انا بدوس على النجمة، مثلا في ده هو الدي فتح اف لي اس ايه كله دي اللي فيها مسألتين، شرح دي ايه؟ الدي اف اس كله دي مسألتين. لا يا اسطى استنى، اصلا انت لسه هتستقنص دلوقتي، انا مستني اصلا مع ان بيقول لك ايه كلهم اسمه ايه ده كلهم مسات، برد. نقعد بقى حل عليه وخلاص، ماليش دعوه. اوكي مش عاجبك خش في كاتس وقول لي في فاينلز. حل المسألة. هو كاتس ده بتاع وورلد فاينلز؟ ايوه يا ابني، بقول لك ده اللي بيتعمل عليه الورلد فاينلز، يعني هم بيروحوا هناك ويقعدوا وبتاع، بيفتحوا كاتس.
احنا لما روحنا فتحنا كده عليه. انا حبيت ليه 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 مسائل عليه جدا. ايه مين قال ايه؟ حد واحد اسلام لازم انا مانج، انا شغال كيو انا اقول يا كنت قلت كاتس يعني البروبلمز اللي عليه لا بحسها هاي كواليتي يعني، بحسها ان هي تورس ان انت لا تقعد تحل وتقرا وكده. أيوة بحسه مختلف شويه على فكره، هو بقاله كذا سنه حاجه كده، وبقول لك بقى بيتعين عليه الول فاينلز، فهو بيتصرف عليه يعني، او اكشلي بيتصرف على المسائل اللي اتحط عليه جامد يعني. انا اصلا مش فاهم هي مش الكونتستات في العادي بتبقى لوكال يعني، اشمعنى دي اللي بتبقى على ويب سايت؟ لا 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 الكلام ده عندنا كده ايه وسطينا كده اي سي بي سي. اوكي اه انا دلوقتي كده مش هشيل بس حاجات دي من في تشابه لما بنعمل اللوكالز كده مع بعضينا بتاع الاي سي بي سي برضه مثلا، لكن الورلد فاينلز او الريجنز التانية بيبقى في حاجات دلوقتي مختلفة غير بي سي سكوير يعني، من ضمنهم كاتس دوت اتليست هو بيس بيبقى ماشي مش لوكال فاهم. نتورك حتى، فاهمني يعني؟ اكيد طبعا مش بنخش من هناك على الموقع لان مفيش نت، بس بيبقى على لوكال نتورك، بيبقى برضو الكونتست هيلد عليه برضو. فاهم قصدك. هو انا في سؤال يعني هو ملوش اي لازمه، بس هو ليه شكل يوساكو عندك غير عندنا كلنا؟ انا مش عارف هو مش ده يوساكو اللي انا فاكره اصلا، وهو ده مش هو ده يوساكو اللي احنا بنشوفه، ما انا عشان كده بسأل. التاني كان اخضر كده وصوله بقرة ايوه بالظبط، التاني ازرق في اسود وجربه فتحوه كده. يعني مختلف عن الشكل اللي انت شايفه خالص. ده عندي ما انا عادي استغربت انه فتحته. عندك ايه؟ اخضر عادي. برضه عادي؟ لا زيك. ايوه يا عم هو اللي ابديت ليك انت عمر اللي ما فتحتوش من ساعتها. اه ما انت ما ما فتحتش بتحلش لسه دلوقتي اهو. وبرضه اخضر. لا يبقى اعمل كلير كاش لا بقى. انا ممكن بص اعمل انا كده. هوديك ايه يا اسلام ايه؟ اللي انا شايفه يعني. بقول اوكي عندي نفس الشكل اللي عندك برضو. يبقى انت عمر بس الاخضر. هي المشكلة بس عند عمر. اه كده ايه ده؟ طب اشمعنى ايه ده؟ يا عم كلير كوكيز وكاش واسمه ايه ده ونزل ويندوز اي حاجة المهم باشمهندس اتحلت هيحل لك الدنيا. المشكله. اوكي عايز اقول لك انا عملت له فعلا كلير دلوقتي، وعايز افهم ليه يعني. اشتغل لما عملت كلير كاش يعني لا هو انا عايز اوريك الشكل عندي عشان هو يا عم مختلف عارف تماما عن الاخضر الشكل. القديم هتقول لي. مش عايز اشوف. اوكي يعني هو ده القديم، اصل انا حاسه مودرن قوي لطيف يعني. ايه ده؟ لا توريني كده. استنى اوريك. انا ينفع اوريك ازاي اصلا؟ مش عارف اتاتشمنت. اوكي. لا اهو كده كده انا المفروض فتحت. طب برزنتيشن جرب اعمل برزنتيشن. اهي اهي شايف؟ لسه بتلود. اوكي استنى عشان انا عامل بين لنفسي فمش شايف. اه يا ابني ده يوساكو جايد. ايه طب ما انت فاتح يساكو جايد. ماشي بس لما تفتح مسألة هتلاقي هات واحدة من اللي هم مسألة جنبهم ايه؟ بص كده مش فاتح مسألة. شوف اللينك اللي انا بعته لا اهو. بص اللي انت بص شايف الصفحة اللي انت فاتحها دلوقتي حالا دي؟ بص هي مختلفة عن اللي عندي. يا عم خش في واحدة فيهم. ماشي اهو. ايه ده؟ اه اوكي هو ما يسطا كانش في كده ايه؟ قبل كده بقى. تمام. يا رب يقول لك ما كانش كده قبل كده واول مرة واصل المرة دي. البتاع ما كانتش بتبقى على الشمال كده. ايوه. اهو يا بص احنا زيك كمان اهو. بس انا ايه ده عشان عامل صاينين تقريبا. ما علينا. ماشي اوكي. ما علينا. كنا بنقول ايه؟ اه المسألة هتحلوا المسألة دي؟ انت بتقول كنت بتقول لي المسألة دي فين؟ انا لما دخلت على البتاع اللي فيه شرح دوت اللي هو هنا دوت النجمة دي، وبعد كده هو بقى بعدين الشرح وفي الآخر حطينا في بوتن مبهم غريب يعني. ابص عليه بالصدفة يعني بشوف ايه اللي كونكته يعني اهو. راح فتح المسألة فلقيتها حلوة يعني. ماشي انا بعديها كنت عايز اعمل ايه؟ بتهيألي هو الموضوع بعد كده بقى
انا شرحت كل حاجه عايز اشرحها فعلا. طب ما تحل ولا ايه؟ ايه حل هو لو الموضوع لو بعد كده هيبقى practice based بقى، اللي هو حل بس مش اكتر. انت مع الحل، والموضوع طبعا محتاج حل كتير جدا جدا. في برضه اوكي مكتوب هنا adjacency list without an error. لا مش مهم، ماليش دعوه، ما بحبهاش. تعال نشوف هنا، يمكن في حاجه بار باي تايتنس تشيك نشرحها دي، بس هي انا بعديهم. سمعت الكلمه دي قبل كده، دي ليها علاقه بالتو كالرينج. هي في اللي بعديها اصلا. انا حسيت، بس انا سمعت البربرتايت دي يعني. ماشي، انا كنت فاتح اللي هو تقريبا جراف لو باي بارت، معنى كده انه يتلون كل نود فيه بلونين، ما عدا ان كل اتنين مش نفس اللون، كل اتنين adjacent لبعض ومش نفس اللون. كل النوب، ايوه بس كل نوب بلون واحد مش لونين زي ما اتلخبطت. تعال نشوف المسألة دي، أنا مش فاكر فتحتها في أنهي واحدة، بس ما دام سبتها يبقى حلو. بايت لاند هاز ام سيتيز، ان سيتيز و ام رودز بتوين ذيم، جول كونستراكت نيو رودز. هي تقريبا برضه، ممكن بص على دي. بص، يور تاسك از تو فايند ذا مينيمم نمبر اوف رودز ريكوايرد اولسو ديتيرمين ويتش رودز. هنا هي دي نفس المسألة، هيديك برضه جراف وفي ايدجز، وانت ممكن تزود ايدجز، الفرق ان مفيش ديليت يعني، فاهمني؟ تزود، ممكن تزود من عندك. فقول لي برضو، قول لي عشان اخليهم كلهم كونكتد محتاج ازود مين، كم ايدج؟ اكيد برضو مينيمم نمبر اوف ايدجز ريكوايرد، وقول لي هبنيها منين لفين. برضو حاولوا تحلوها، هي حلوه يعني، تحسها شبه التانية بس لا، هي هنا فيها حاجات مختلفه. انا شفت يعتبر الفرق ان هو مش همسح، وان هنا والله ما كانش استنى، عندك جريف يعني. لا هي صفت في الثانية فعلا، بس ايش تحاولوا فيها، والموقع ده بيبقى مسأله الصراحة نظيفة يعني. هو هنا الفرق ان انت ما مجرد عندوش هتزود، صفحة اللي هو كل مسأله كلاسيك اللي هي مشهورة او معروفة على كل توبيك. حتى هو جايبها اصلا ليست. احنا لو دخلنا مسج رود دي هتلاقيها برضو جراف برضو، بس فاكس. هو بص على المسألة، الواحد بخاف منها مش عارف ليه، تصدق هي دي؟ لا مش هي، بس هي نفس اسم الواد. ماشي، انا كنت فاتح دي برضو. لا دي في اللي بعديها، friendships. ممكن اقولها لكم motivation، بما اننا انت عايزين تحلوا ولا نخش في حاجه بعديها؟ احنا ما لو كتبناش حاجة كود خالص، اديك ممكن، الكود عشان لو مش نعرف كده يبقى ايه. لو قلت حاجة ايه ريليتد، لو مش كده يبقى لا يعني. هو هيبقى مور كونتنت، هو بيزد اون الدي اف اس برضه، هو اصلا فلات فيل برضه بعديها بيزد اون الدي اف اس، بس ما كتبناش كود خالص. هل تفضلوا نكتب خلينا كود نكتب اتليست احسن، مره؟ ايه؟ قلت لاننا نحل الصراحة. ماشي، نختار حاجه نحلها ولا نحل؟ انا عايز اسيبها على الاساينمنت التانيه دي خد الصراحه. أول مسألة اللي هي هيبقى غالبا بيتكلم عن البقر يعني. انا لسه مش عامل ساين ان والكلام ده، أهو فارمر جو أند ذا كاوز. يا ابني يوساكو، يا ابني ما هو يساكو، ما كلها فارمر جو عندهم. عندي. استنى اعمل زوم. I think إن أنا حاولت في المسألة دي قبل كده وكانت رونج. طب احكيها لي بقى، مش عارف، أنا حاولت في حاجات كتير ليها علاقة بالبقر، مش متأكد. فارمر جو planning to leave town for a long vacation or so. فارمر جون يعني، ماشي، wants to temporarily close down his farm to money. اعمل ايه بالجمله دي؟ ماشي، لا مش دي the اللي انا farm consists of n barns connected with n bidirectional passes between some pairs of barns. nodes or edges عادي bidirectional to shut the farm down if j plans to close one barn at a time. when a barn closes, all passes adjacent to that barn also close and can no longer be used. ماشي، لما بيقفل بارن كل يعتبر يعني بتشيل كل adjacent edges. if j is interested in knowing at which point in time initially and after each closing whether his farm is fully connected, meaning that it is possible to travel from any open barn to any another open barn along an appropriate series of puzzles. لو شوية edges يعني. since FJ's farm is initially in somewhat a state of disrepair, it may not even start out fully connected.
يعني هو طب هو هيشيلهم قد ايه بقى؟ هيديك تعالى اقرا الانبوت عشان نفهم اصلا ايه اللي هو بيقوله ده. هيديك ان وام، انا فهمت بس هيديك ان 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 نودز وام ايدجز، بعد كده ام لاينز كل واحده فيها الباس ما بين تو نودز، بعد كده في اخر ان لاينز اللي هم دول هيديك بيرميوتيشن اوف ان لان من 1 لان ده الاوردر اللي هيشيل بيه البارز اللي هيمسحهم بيه. بيقول لك ان هم في الاول ممكن ما يبقوش كونكتد، فهي لو في الاول مش كونكتد طبعا فكلها هتبقى نو. انت قول لي هي المفروض افتر صح؟ استنى ذا فيرست لاين انديكيتس ذا انيشال فورم از فولي كونكتد اند لاين ان اي بلس 1 انديكيتس وذر فورم از فولي كونكتد افتر ذا ايس كلوزنج. يعني اول واحده دي قبل ما يشيل خالص وبعدين هنا. يعني بالاخر مثلا بيقول لك الثلاثه، يبقى انت اي حاجه فيها ثلاثه سواء من الفيرست او السكند بتاعها الثلاثه ما تستخدموش، وتحاول تخلي لي كل الباقي فيزيتد. اي حاجه ما فيهاش ثلاثه تبقى فيزيتد من غير ما تستخدم اي ثلاثه، من غير ما تروح عند الثلاثه. من غير ما تروح عند الثلاثه خالص، من غير يعني هن دي اف اس بس ميك شور اننا ما نقربش من الثلاثه. هو الليمت قد ايه؟ الليمت ان باور 2 بول، يمكن نعمل ان باور 2 خلاص بعد ما تشيل كل واحد شوف كونكتد ولا لا. بس انا ما كانش قصدي كده. كده استنى او لا كان قصدي كده استنى and can no longer be used. هو ليه في هنا نو وبعديها يس؟ يعني هو لما شال 3 كده مفيش 3 4. بص بقى لكم حاجه جامده جدا، سياس اكاديمي ده كان فيه ابس جراف اديتور. بص ارميهم هنا، ادي هو ده الجراف اهو. هو لو شال 3 انت كده مش كونكتد لان كده ما فصلت ما بينهم. ازاي بقى؟ ايوه انا فهمت دلوقتي. تعال بس نفصل دي كده في 2 والتاني دي هنا وقلب التاب لوحده ماشي. لان هو لما شال 3 بقت 4 مش كونكتد، بس بعديها شال 4 فبقى الاثنين دول اتشالوا فاللي باقيين كونكتد. فانت اكشلي انت ممكن تطلع نو بعديها تطلع يس تاني عادي. لا انا ما لقطتش. لا لحظه ثاني كده. يعني هو في الاول كان الجراف كونكتد وبعدين شال نود 3 فبقى الجراف ازاي في الاول؟ اصل هو شال 4 حاجات وطلع 4 اوت بوت. ايه في الاول؟ انا عشان كده ما فهمتش، بس ده اللي مكتوب هنا فعلا. قال لك في ذا فيرست وان انديكيتس اللي هي بيفور خالص، وفعلا هنا بيفور ايه قبل ما يشيل اي حاجه، وبعد كده طلع 3 بس. تقريبا عشان لو الاخيره دي هيبقى البتاع كله اتشال، انت ما مش محتاج تجاوب. بس هو ليه يقول لي بقى ان هي اتشالت؟ ما انا مش فاهمه. اهو يوساكو اي مسائل يوساكو. هي ميك سنس بس ميك سنس ان هو يديهم الاثنين. هو لما هيشيل الثلاثه ايه اللي هيحصل؟ هيشيل الثلاثه اهي، فانت هيبقى تعال نشيلها. هيبقى الاربعه لوحدها والواحد والاثنين لوحدها صح؟ هيبقى اربعه لوحدها والواحد الاثنين مع بعض، فانت كده طبعا مش كونكتد. هطلع بعديها نو. بعدها هيشيل الاربعه بعدين شيل الاربعه يرجع. فدلوقتي بقى الاثنين والواحد مع بعض هما اللي باقيين وهما كونكتد. كومبوننت واحد يرجع تاني. ايه اللي بيشيل؟ لا 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 ما بيرجعش. ما بص ما انت بقى لما تحترف حاجه كده بتقرا مثلا، هو بيقول لك كلوزز وان بارن وان بارن تايم وين ا بارن كلوزز اول ادجيسنت. ماشي طب ات ا تايم اهو يعني يا ابني استنى، هو كلوز وان بارن ات تايم، ما قالش ان هم بيفتحوا، قال لك كان كلوز الفارم كلها. ايوه بالظبط، انا برضو كنت محتار في دي، بس هي السامبل بتقول برضو كده ان هم
ما بيرجعش تاني. تعالى نجرب لو بيرجع تاني. بس هو لو بيرجع تبقى صح برضو. يعني هو لو الثلاثة رجعت والأربعة اتشالت هيبقى الواحد والاثنين والثلاثة كونكتد. لو شالنا الاثنين والثلاثة برضو كونكتد. لو شال الاثنين دي في الآخر ساعتها هيبقى فيه هنا نو. كان المفروض يطلع واحدة خمسة بنو بقى. بالظبط انت كده صح. بس هي امبيجوس في الحته دي شويه اصلا. المفروض هي لو في كود فورسز كان عايز هيقولوا الحته دي هيتكوا عليها شويه يعني. بس ممكن تكون مكتوبه تاني at each point initially after each closing after each closing. بس برضه مش معناها قوي. هو بقى هي الحته دي بس ال closes at one time ولما بيقفل adjacent can no longer be used. فانا اسيوم ان هي دي بقى وربنا معانا هو يساكو فعلا. ماشي احنا كنا بنقول هي بما ان هي تتحل ان باور 2 لان الليمت 3000 باور 2 ب 9 مليون فانت ممكن تمسح ايدج او حتى مش لازم تمسحه انت بس تمارك ان هو ممكن تقول مارك ان هو فيزيتد او مارك ان هو مثلا حاجه ثالثه بدل اري وفيزيت مثلا نعمل اري تاني زيه نقول ان هو ايه موجود ولا لا فاهمني ونعمل دي اف اس من عند 1 مثلا لو 1 موجوده او نشوف النكست في الموجودين اللي هو افيلبل نعمل من عنده دي اف اس ممكن بدل ما نقعد نمشي على كل البتاع عشان تشيك تاني بعد ما نخلص الدي اف اس يعني نخلي الدي اف اس يرجع لنا الكاونت زي اللي كانت في الشرح هنا دي ان هو بيجيب الكاونت فانت لو عملت دي اف اس كاونت الفاليد طبعا لو عملت دي اف اس والكاونت اللي رجع هو فعلا عدد النودز اللي المفروض تبقى موجوده دلوقتي زي مثلا لو شلنا نود فاللي المفروض الباقيين يبقوا ان ماينس 1 عملت كاونت مثلا يعني ايه اللي هو مثلا عدد النودز اللي هي لسه افيلبل لينا صح اللي هو راح وعمل لهم فيزيت هو يعني كانوا افيلبل زي فيزيتد تشيل بيه صح هو احنا في الحاله دي محتاجين فيزيت برضو عشان لو في سايكل يعني انت غير الفيزيتد غير الفيزيتد يعني تاني صح بس مش عارف ممكن بنفس الاري ولا لا ممكن لو عملنا يعني الثلاثه بدل ما نمسحها نقول ان هي فيزيت مثلا فهي هتمنع ان احنا نوصل للاربعه فممكن تشتغل فعلا بس كده كده انا وانا بعمل الواحد والاثنين دول انا كده كده وانا راجع هخليهم فيزيت برضو فيستحسن نخلي الفيزيت اندبندنت يعني فاهمني يعني الديليت خليها في اري لوحدها اللي هي علم عليها ان هي ديليت او اكشلي ممكن تمسحها فعلا بقى وخلاص اللي هو انت في الادجسنسي بتاعها شيل الايدج وبتاع التو شيل الايدج بس انت كده هتضطر تروح عند التو وتشوف الايدج ده فين فاكر الحته اللي قلناها في الادجسنسي ليست اللي انت هتروح عند هتضطر تروح عند كل واحد فيهم وتشوف عايزين نشيل مثلا هنا هندور على الثري زي ما قلنا فانت هتشيل الثري من عند التو عشان تمسح الايدج يعني او ان انت تعملها adjacency matrix عشان تشيل مثلا دي وبعدين تروح عند عكسها وتشيلها ففاكس على ايه كل ده انا هعلم ان التاتا دي not available فانا مش هعرف اروح لها وخلاص مش هعرف اعدي من عليها وما دام هي not available يبقى برضه الايدجز اللي حواليها not available لان الايدجز دي ما بستخدمها ليه عشان اروح للتلاته نفسها برضه فاهم قصدي انا بعمل array تاني بقول دول ده بمارك عليه زي الفيزيت كده برضه بوليان مثلا اقول ان هو افيلبل ولا لا لو متعلم عليه مثلا فولس يبقى لا ما ينفعش اروح هناك فانا هعمل دي اف اس اعمل دي اف اس ما بعد ما اشيلها هعمل دي اف اس من عند ال1 من ده يعني البتاع دي كانت بتتشال ازاي ماشي دي اف اس من عند ال1 وهروح للاثنين وهاجي ابص على الثلاثه الاقيها معموله ان هي مش افيلبل او ان هي ما ينفعش اروح لها ديليتد مثلا يعني فمش هكمل بعدين مفيش تشيلدرن تاني فهعمل فيزيت للتو واعمل الكاونت كمان بتاعها هرجعه اعمل له ريتيرن ال1 هيريتيرن هياخد الكاونت هاخد ال1 كمان فالكاونت اللي هيرجع هيبقى باثنين
وانا هما كانوا اربعه وشلت واحد، فالمفروض ان الكاونت يبقى ثلاثه، فكده في واحد مش موجود، فهما مش كونكتد. هو ما قالكش انا عايز كام كومبوننت ولا اي حاجه، هو قالك يس ولا نو، فانا عارف ان هما مش كونكتد، فهقول له نو. فاهمني؟ اسلام رفعت ايدك، قول. لا انا كنت بس بجرب البتاع يعني من غير ما اقصد. ماشي. حد عنده تعليق او كومنت او حاجه؟ تعليق او كومنت جامد. نكتب كود بقى، نكتب كود. انا برضو انا عمال اقول لك ركز احسن نكتب كود. ايه؟ عايز اشوفك بتجيب اكسبت على يساكو، عشان انا اقتنع انه بينفع يتجاب عليه اكسبت. يا باشا نجيب اكسبت على اي حاجه. ماشي وريني. فين هي بس؟ فين المسألة تتلص؟ ايه هي الجريب بقى؟ ادخل اعمل لوجين بقى. خلاص ما نكتب الكود الاول ولا اقول لك احسن اكتبه؟ ما بقاش انا عملت زي عملت اسمه ايه ده عليه قبل كده، اصلا عملت لوجين. عملت لوجين قبل كده، انجاز. كان منين؟ طبعا. ادخل من السايت نفسه. عايز هي ايه اصلا الصور دي؟ ما انت بتجرني وانا مش هتجر زي كل مره. دي ناس الاماكن يا عم، انت ماشي بيقول لك فيرست بليس فور فور سيت جيرل. الفيديو بتاع اللي فات ولا ثلاث سنين في الاي واي اول الفيرست بليس فاست اند فيوريس ده. بالظبط الاولاني. هو ده يوتيوبر اصلا على فكره. ايوه ده شفته كده على اليوتيوب. انا بتكلم على اللي على الشمال ده، شكله شبه الدريفترز بتوع فاست اند فيوريس. استنى بس احنا نخش والدنيا هتتحل ان شاء الله. الحمد لله. ايه انا لسه دي اهو يا عم سبميشن اهو، بس انا ايوه زي سبميت الفل. ما تجريني الرذيلة وانا ما مش دعوة، خلاص اقفلها بقى ناس خلاص. جامدة ومالناش دعوة. تعالى نعملهم جلوبال، وبعدين عايزين حاجة نشيل فيها. هل أصلا في حل أوبتمايز أكتر من كده؟ مفيش في دماغي حل الصراحة، نفكر دقيقتين كده، دقيقتين. بس أنا حاسس إن ممكن يكون في حل. أوف إن مثلا، وممكن لا يعني عشان ممكن الانبوت صغير فهم قاصدينها، واول مسألة كمان فهم ممكن يكونوا قاصدين التفكير يكون كده. لا لا مش شرط عادي، بس استنى كده. هو انا لو شلت نود، لو هي فعلا هتقط، يبقى الاتنين اللي حواليها ناس عاديين، بس لا ممكن يكون في ايدج تاني بيوصلهم، فمش ضامن. لا خلاص فكك فكك. فيكتور اوف انتجر، انا معرفه فوق هنا فيكتور اوف في اي، وفي اي هي اللي عشان نوفر كتابة يعني. ايه ده هي مش شغالة ليه؟ مش مشكلة في حاجة الادجيسنسي بتاعتي. ده فيكتور اوف فيكتور يعني. انا دايما بحب احل المسألة قبل ما ناخد الانبوت، عشان نعمل الحتة الرخمة الأول قبل ما قلنا عايزين دي اف اس بتسولف، بتجيب الكاونت، تاخد النود، ومش بتاخد حاجة تانية. وفي كل مرة ممكن أعرفك إن التكنيك حلو بقى. أنا هعمل فيكتور في بوليان فيزيت، برضه بخليه مش بعرفه عشان أنا لسه مش عارف الإم. في ناس بدل ما بتعمل كده بتحب تستخدم أريز، بس أنا صعب بحب أستخدم، بحب أساين في كل، هو أصلا تيست واحد بحب أعملهم واللي هو أساين أنا تحت يعني سي إن إن أدجيسنسي بتقصين دي اللي هي بيريسايز وبعدين يدي لكل واحد فاليو، هيخلي السايز بتاعه ان، عايز يبقى سايز ان، وكل واحد فيهم فيكتور اوف انتجر. الديفولت ده اللي هي بتبقى زيرو، سايز زيرو يعني فيكتور فاضي.
ماشي. وبعدين هي عايز، السايز بتاخد تو بارامترز ليه؟ انا بقول لك هي بتريسايز بالسايز ده وتدي كل واحد الفاليو دي، اه فاهمني؟ اوكي تمام يعني اكنها بتعمل ريسايز وبعدين تمشي على كل واحد تدي له فاليو. اوكي هناخد بعد الايدجز، انا قلت ما بحبش اعمل البتاع بس عملته الاول برضه. هنعمل يو وفي، هاخدهم. هو بيديهم لي خدهم وادهم لي وحوارات كده. ايه يعني نيجت هيبن وان بيست، هم وان بيست، هنقصهم الاول عشان يبقوا زيرو بيست، وبعدين هعمل هم باي دايركشنال. قال هنا كنت بشاور بصباعي adjacent يو بالفي بوش باك في، فهنروح عند اليو ونحط لها في الاري بتاعها نحط الفي، وبرضه هنروح عند الفي نعمل بوش باك. بوش باك دي بيضيف في اخر الفيكتور يعني، او نعتبره اخر الاري بس بيبوش باك عنده، هنبوش باك اليو. هو قايل لك ان هي ممكن تبدا مش كونكتد، مش هيأثر في حاجه دلوقتي يعني. تعال نعمل امبلمنت للدي اف اس الاول دلوقتي، بس انا عايز قبل ما كول الدي اف اس ابقى ضامن ان الفيزيت دي كلير. اعمل فيزيت دوت اساين برضو، اديها ان بعدد النودز و كلهم فولس، ونعمل برضو زي ما قلنا فيكتور اوف بوليان ديلي انت اللي ديلي دي التخته ميدل. هي ايه الفانكشن في اي ديت اللي احنا مستدعينها في adjacent dot assign؟ ما انا كنت بقول لك في الاول مش مستدعين، دي عباره عن فيكتور اوف في اي، وفي اي اللي هي فيكتور اوف انتشر او دونج دونج يعني اللي هو انتشر. هي يوزنج دي زي تايب هي ديفين. تايب ديفين الو مين قول تاني؟ بقول لك مستخدم التمبلت اللي انت عامله يعني. اه هو بدل ما اكتب دايما فيكتور اوف انت عشان عايز اكتب بسرعه، طيب اكتب في اي بدل ما اكتب فيكتور اوف انت، هو بعملها في اي على طول، يعني دي اكنها فيكتور اوف انتجر. اكتبها كويس فيكتور دي نفس الكلام في بي دي اللي هي فيكتور اوف بولين، انا برضه معرفها يعني في فيكتور اوف سترينج مثلا. دول لو حد يعرف التايب ديف او لو محدش يعرفه يعني، اللي هو انت لما بتكتبهم هو ما ينفعوا في اسمه ايه ده في التايبس بس، ما ينفعش تستخدمها في اي حاجه تانية زي الهاش ديفاين. بيريبليس حرفيا التايب دوت، بدل ما انت تكتب الحاجه بيريبليس دي، بدل ما انا كاتب في بي هو حرفيا بياخد فيكتور بول يكتبها هنا مكانها، انا بس عشان اوفر في كتابه وانا بكتب بس يعني كونتست العدد اللي عايز بيجري يعني. وتعالى ننظف ديليت ده برضه من الساين ان وكلهم نوت ديليتد يت. وبعدين خلاص انا عامل الدي اف اس في الاخر بقى، خلاص انا كملت هنا. دلوقتي انا عايز ابروسس الكويريز بتاعته، هو قال هيديني ان كل مرة هيدخل لي اكس ده اللي هيتمسح، هيقول لي ده هيتمسح، بس في حاجة هو أنا هو عايزهم في الأول وعايزهم من غير آخر واحد، فاهم؟ دي هتبقى ان ماينس 1. خلي الحوار ده في الآخر. المهم دلوقتي احنا بعد ما نشيل اكس، فاحنا عايزين نشيل اكس هو 1 بيزد، فهنخليه 0 بيزد، وبعدين ديليت اكس ايكوال ترو كده هو ممسوح. وبعدين حد تاه لحد دلوقتي مش اتقالوا انت لسه هتوه لما تطبع. انا دلوقتي مسحتها، فانا عايز اشوف بقى سايز ما كتبتهاش معدول عشان كلمه سايز التانيه ريزيرف سايز او عدد النودز دلوقتي. عايز اعرفه، فانت هتعمل دي اف اس من عند
الزيرو، ولكن الزيرو ممكن تبقى فيزيتد. احنا ممكن نعمل ريت نستارت وهيبدأ من عند الزيرو. انت قبل ما تشوف الكاونت، تعالى نعمل الاول كاونت هنا فاضية، مش لازم حتى نقصين بس عشان السكوب. بعديها نقول وايل ان الستارت بايظ، وايل الستارت بايظ يعني معناه ان هو ديليتد، فانت وايل ديليت ستارت مش لازم نحط ايكوال ايكوال ترو، ساعتها انت هتعمل ستارت بلس بلس. ده هيضمن لي ان انا هجيب دايما اتليست وان اليمنت يكون مش ممسوح، ومن غير ما اقعد اعملها في ان باور 2 اللي هي في كل مره مش عليهم كلهم، لا، لان انا اللي بيتمسح مش هيجي تاني. فانا لو لقيت مثلا نود زيرو اتمسحت انا مش هضطر ارجع لها تاني، فخلاص هعمل بلس بلس وهتفضل على طول يعني، فاهمني؟ هتفضل هتبرزست اللي هي تفضل الفاليو بتاعتها موجوده. بعد كده لو جيت بعد كده لقيت ال 1 ممسوحه مش محتاج اجرب الزيرو، هخش على 2 على طول وهكذا. طبعا في اخر اتريشن البتاعة دي هتخرج بره، بس احنا في اخر اتريشن اصلا مش هنوصل لها. هنعمل هنا ان ماينس 1 لان كده كده هو اخر واحده، اللي هو عارف ان هيكون كلهم اتمسحوا يعني. ماشي، عارف انتوا لسه ما توهتوش بس اتقالوا شويه بس. فانت كده بقى جبت الستارت. انا كنت عايز اعمل الحته دي، تعالى نضيف الكود وخلاص. دلوقتي عايزين نعرف count DFS of the start، يعني من عند ال start يقدر يروح لكام نود. if count not equal، غالبا هيبقى اصغر بس اقول not equal وخلاص، ال current count او current node size اللي هو المفترض يبقى كده. انا في الغالب هما بيبداوا بان، ودلوقتي المفروض ان اتشال واحد، فاول واحده دي مثلا هيكون اتشال واحد، هتبقى ان ماينس 1. لو في الاي اللي بعديها هيبقى اتنين اتمسحوا، ممكن اقول ماينس اي. اول واحده هتبقى الاي بزيرو، هيبقى ان ماينس 1. وبعدين بص، هي الحاجات اللي هي دايما بتعمل اكسبريشن صغير كده بالتجربه. اول واحده هيبقى ان ماينس 1، في اللي بعديها هيبقى ان ماينس 2، وهكذا هتفضل ماشيه مع الاي. لو غلط، لو مش، لو الكاونت اللي رجع ده مش قده، يبقى في ناس ما عرفتش اعمل لونج فيزيت، يبقى في ناس اتليست في 2 كومبوننتس او اكتر. يبقى ساعتها انا باوتبوت عند كل واحده صح، فتعالى اوتبوت على طول وخلاص. ساعتها سي اوت نو إلس يا وتيس. حد عنده كومنت؟ ماشي، زي ما قلنا احنا كده كده الحل اصلا ان باور 2 براحتنا عشان هي 3000. لو حد جاله فكره الحل او في ان يقول او ان لوج ان تبقى احسن. فانا دلوقتي انا محتاج قبل ما اروح الدي اف اس زي ما قلنا لازم يكون الفيزيت اري، مش الديليت، الفيزيت لازم يكون كله فولس. لان انا لما اعمل دي اف اس مره بعدين اخش على الايتريشن الثانيه في اللوب، الدي اف اس هيبقى فيه الحاجات اللي فاتت كلها، فانا لازم اشيلهم، هيبقى متعلم عليهم لازم اشيلهم. انا الساين دي اجيبها هنا قبل الدي اف اس، اللي هو قبل ما تخش الدي اف اس الساين الفيزيت كله بزيرو. كده انت في كل مره هتمشي على الان كلهم وتعمل لهم الساين فولس، هيبقى ان باور 2. في الكيس دي ما عندناش مشكله، بس انت هقول لكم تكنيك يعني حلو. لو انت عندك فيزيت، عايز فيزيت اري عايز تستخدمه كذا مره، والكلير هو الحاجه الوحيده اللي هي كوستي بالنسبه لك، او اللي هي لا كوست، اللي هي دي اللي هي بتحتاج ان اتريشنز فعلا يعني. فانت هي الكلير بتاخد ان اتريشنز، الايه الكلير في ان اتريشنز. ما هو مش بيعملها بماجيك يعني، هو بيمشي اتليست نظريا هو عمل اساين الفاليو حطها في ان، في
في ان حاجات هو بيعملها في ان اتريشنز. انا فاكره بيديليت الاري ويرجعه تاني في لوج ان مثلا ولا حاجه. لا 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 لا، حتى لو بينيشالايز ما عشان يحط الفاليو برضه، يعني انت الاري نفسه الاري انيشالايزيشن برضه في اوف ان، حتى لو اري بريمتيف، لان هو عشان يفضي ميموري، ما انت مش ضامن ان في ان جنب بعض مثلا، فلا لازم هيفضيهم، فانت الورست كيس هتبقى اوف ان برضه، ان هو لو كلهم مشغولين فلازم يمشي. المهم يعني ما علينا، هي ثيوريتيكالي طبعا مليانه اوبتمايزيشنز، الحاجات الستاندرد كلها مليانه اوبتمايزيشنز، بس نظريا هي بتاخد برضه اوف ان حتى لو كانت سريعه جدا. يعني قصدي اوكي فهمت. ساعات بيبقى دي الحاجه الوحيده اللي فعلا مخليها اوف ان، غير كده انت السوليوشن ممكن يبقى احسن. فانت في طريقه ان انت ممكن تكلير الفيزيت اري عشان تستخدمه تاني من في اقل من اوف ان، هي انك بدل ما تستخدم بوليان تعمله بارقام، تعمل فيزيت فلاج يبقى انتجر عادي، ده الكرنت فيزيت فلاج هيبدأ بزيرو، ويفضل ان زيرو يبدأ ب1 مثلا. لو حاجة عايز اعمل لها فيزيت هخلي الفيزيت بتاعها بفيزيت فلاج 1، بفيزيت فلاج اللي هو ب1 يعني، لو حاجة مش فيزيتد اللي هي نوت ايكوال 1. جيت بعديها خلصت ودخلت على الاتريشن اللي بعديها، مجرد كل اللي انا هعمله ان انا هخلي فيزيت فلاج بدل ما هو ب1 هخليه ب2، فانت كده فيزيت ده انا في النص، لو جيت انا اشوف اي حاجه فيزيت ولا لا، يا اما هلاقيها بزيرو يا اما ب1 يا اما ب2، ال1 دي او الزيرو مش هتفرق معايا بالنسبه لي كده، الاثنين اي واحد فيهم كده يبقى انا ما جيتش هنا. لو فيزيت هحط الفي اف بتاعي اللي هو الحالي اللي هو 2، فانا هعرف ان هو فيزيت لما هو يكون بيساوي 2. حد تاه مني في الحته دي او فهمته قصدي؟ لا توت انا ايه ده؟ يعني انا بالنسبه لي ترو الفيزيت ده ترو لما يكون بيساوي 2، لو مش بيساوي 2 يبقى فولس. تعال نطبقها وممكن تفهمه وانا ماشي. فانا هنا الاساين ده هرجعه تاني هيبقى هنا طبعا، مش فولس بقى هيبقى بزيرو، خليهم كلهم يبداوا بزيرو. وانا في اول كل مره قبل ما استخدم الدي اف اس هقول فيزيت فلاج بلس بلس، زودت الفيزيت فلاج خليه بواحد بقى مش اتنين. يعني تعالى بقى نمبلمنت الدي اف اس ونشوف هنستخدمه ازاي بالفيزيت فلاج. في الدي اف اس او اي حاجه ريكيرسيف انا بحب الاول امبلمنت الترانزيشن نفسه، وهنا هو هيبقى ان انت تمشي على التشيلدرن فور اوتو كمان اللي زي الفور اتش اي adjacent of node، ده هو هيمشي في الاري edge of node ويجيب لي كل element يحطه في i directly، يعني i ده هو ال element نفسه مش index، اللي هو بيمثل رقم النود اللي هي child. فانا دلوقتي محتاج اعمل DFS على ال child، بس مش في كل الاحوال. عايز اقول ان لو هي مش فيزيتد، لو بوليان عادي كنت هعمل كده، كنت هقول اف نوت فيزيت، بس انا بستخدمها بالفلاج. فانا نوت فيزيتد بالنسبه لي اللي هي نوت ايكوال الفيزيت فلاج الحالي، وبعدين تكون نوت ده بوليان بقى عادي نوت ديليتد، ساعتها هروح لها. لسه بقى انا مجرد بعمل ترافيرسال بس، لسه ما حددتش اللي هيحصل. وكل نود اول ما ندخل نخليها فيزيتد، وبرضه احتياطي لو هي فيزيتد اللي هي اف فيزيت اي ايكوال الفيزيت فلاج، لا مش اي بقى فيزيت اوف نود، ساعتها ريتيرن احتياطي عشان لو دخلنا هنا بالغلط من غير ما نتشيك الفيزيت يعني. غير كده هي ريتيرن، هو زعلان عشان هي انتجر وانا لسه هخليها انتجر، ممكن نخليها هنا نيجاتيف 1 مثلا او زيرو عشان ما يبوظش الحل حتى ده. غير كده خليها فيزيت، فيزيت بالنسبه لي هيبقى ان انا اقول فيزيت اوف نود بيساوي الفي اف، بعدين هعمل
دلوقتي انا عايز اكونت النودز اللي انا هعمل لها فيزيت من اول النود اللي انا فيها واللي تشيلدرن بتوعي، ما اكشلي مش تشيلدرن طبعا عشان دي مش تري، بس يعني اللي هيجوا بعدين. انا هعمل ريت اللي هكونت فيه اوب 1 اللي هو انا، وبعدين في كل مره اقول ريت بلس ايكوال دي اف اس، في الاخر هنرجع الريت ده. ولا هيشيل دلوقتي اهو، هو بيقول لي ان هي ريكيرسيف، مش عارف مش عارف ليه زعلان ليه برضه. المهم بس هو ده كده الدي اف اس بتاعنا في المساله دي، متهيألي هو كده بس ده الحل يعني. تعال نجرب السامبل. اه احنا لسه ما عندناش الحته بتاعت قبل وبعد كده، احنا هنطلع ان ماينس 1 اللي هم دول، اللي هي اول واحده هتبقى بعد ما شلنا، بعد ما عملنا. هو عايز اول واحده تكون اول واحده خالص بقى تكون اللي هي initial، فاهمني؟ هو مش عايز مش عايز بعد الاخيره، بس عايز قبل الاولانيه. فانا هطبق كل الكلام ده من غير ما ادليت. فانا ممكن بدل ما اعمل موضوع لا لا نعمله نعمل ديليت فاكس بولوكي. تعال نعمل اتريشن في الاول هنا وخلاص، هات الاثنين دول كده وهات هات الفيزيت كمان معاهم، نعملها في الاول هنا مرة بس. هتشيل كام؟ المفروض انت المفروض ما شلتش، فالمفروض لما تعمل دي اف اس هتفيزيت الان كله. و ده كده بيعيد الديفينيشن، فتعالى نعملها كده على طول بس كده. تعال نجرب السامبل. سامعني صح؟ اه معاك معاك. يس نو نو يس. تعال نجيب رونج. في امل استنى، هو ياساكو ده كان بيقعد يقول فايل وبتاع وحط وحط اسمك في الاول وحوارات كده. طب والله طب ما شال الحوار ده يا عم. لا استنى لسه كلوز من فايل دلوقتي، اشيل ايه؟ هل محتاج برضه اقعد اكتب اسمي فوق الكلام دوت ولا لا 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 جربت يعني؟ ولا على فكره ما انت ممكن تكون بتجيب رونج عشان كده. لا 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 ما انا جبتك مسألة. اه لا طب عاش من غير الحاجات اللي كانت بتكتب في الاول، الكومنت اللي فوق خالص ده. ايه ده؟ والله عيب علينا، والله عيب. كومبليشن ايرور في السن ده كان بيرجعها سي. قول لي مش نايب بيتس اصلا بقى. ها اهو يلا حبه ماشيين اهو، اكسبتد يعني. عايش بتقول اكسبتد يا عم؟ عايش والله. لا دي يقول لي بص تحت بيوريش تيست كيسز. كان على فكره كان في ممكن تشوف التيست كيسز يعني، مش تفتح ليه مش عارف بقى، بس انت كان في ممكن كيس اوف رونج بيجيب لك التيست اللي وقع فيها. لا ولا ماشي، الرونجو، حاولت اشوف تستات ما بيرضاش. انت قال لي زمان كان بيجي هنا بقى، مش عارف انت وحظك بقى وليها طرق بقى. ماشي ادي ده بيزك دي اف اس، هو ده الدي اف اس يعني. طبعا انت لو جالك دي اف نزلها لنا عشان هو ما بيسيبش اكواد. بجد يا نهار اسود، كتبه تاني. هل تلتاب صح؟ بعدين انزلوكوا ليه يا اسطى؟ بتحلوها مع نفسكم، مش هبعت حاجه بقى. يعني هي المسألة الوحيدة اللي حليناها مش هتنزل الكود؟
ماشي. كنت بقول ايه، لو جالكوا دي في اس غالبا مش هيبقى كده طبعا، لان برضو نفس ايه، نفس قصه الباينري سيرش اللي هو ما بنشرح حاجه بيزك بيزك بيزك. يعني لو جالك دي حاجه دي في اس، على ما تعرف ان هي دي في اس اصلا بيبقى دل يعني، يعني ده الحوار اصلا، فاهمني؟ انك تترجم المساله لدي في اس. ماشي، احنا بقى لنا قد كده، قد ايه كده، ساعتين ونص كفايه، ون نخلي التو كالرنج المره الجايه ولا ايه؟ نخلي التو كالرنج المره الجايه، اصلا برضه صوتي راح برضه الصراحه. سلامتك يا استاذ حبيبي. وانتوا اكيد تعبتوا برضه. انا ما سمعتش انت قلت ايه، بس ما علينا. تعبنا. المهم حاولوا في المسائل دي، ويوساكو اهو مش رخم قوي يعني، عادي. هو بس انت محتاج تكون المساله تكون يعني مركز كده، تحل صح. انت محتاج بس تبقى مركز، لان يعني ممكن تبقى غلطه هبله او في جمله هو قايلها. هو فعلا برضو الستيتمنتس بتاعته طبعا مش الكواليتي مش قد كده، فانت ممكن حاجه صغيره تصوحك يعني، يكون هو فعلا مش قايلها واضحه يعني، زي حته ان انت بترجعهم تاني بعد كل مره دي يعني. بس يعني هو المسائل اللي هنا كلها يوساكو، ما اعرفش ايه السبب في كده الصراحه يعني. انا ما بحبش الناس اللي بتبعد عن كل شيء. عشان اسمها يوساكو مثلا، يعني اكيد اجيبه كل المسائل من يوساكو. استنى يا عم، هي واحده سي اف اهي يا عم، واللي فات كان فيه سي اف، بيجيبوا سي اف بسيط يعني، هي مساله واحده ولا اتنين هتلاقيهم سي اف، والباقي كله بقى يوساكو. ممكن مش اتنين صح، احنا كنا هنا هنحل المسائل دي في الاخر. حد واقف معاه حاجه في المسائل دي بدل ما نقعد نحلها على الفاضي؟ انت كنت بتقولوا سيريال نتورك. حليناها انا وعمر باينري سيرش، ما جاتش معانا تو بوينتر يعني، ما جاتش او ان، جت او ان لوج ان على طول. تعال نجربها. بيقول لك ايه عندك، ان وان ان سيتيز وان تاورز، هيديك مكان كل سيتي، وممكن يقفوا في نفس البوينت، وبعد كده اللي بعديه التاورز نفسها. سيتيز allowed the zero any number of towers in the same point. المينيمال ار so that each city will be covered by cellular network. ماشي، انا حاله افتكر بقى كان حلها ايه التو بوينترز دوت. بس احنا لو مسكنا اول واحده، thank you.
انا ما فيش صوت عندي شغال. لا انا بتكلم. انت قفلت الريكورد ولا الريكورد لسه شغال؟ لا لا شغال، بس انا هبقى اشيل حتة عشان المرة اللي فاتت رفعنا بتاع على 3 حتت وبتاع وحوار. انا بقى هنا عند 1 5 10 14 17 دي البيوت ناقصته ماشي، واحنا البتاع عند 4 ده طور، طور عند 11 وطور عند 15. لو أنا بدأت عند 4 من المسافة اهي، هو أصلا بعديه في الواحد ده ملهاش غير إن هي تروح لل14، جت تروح لل11، لل11 هتبقى أبعد أكيد من ال11 بعديه، ودي أول 4 فهو هيبقى كده 3، حل أتليست 3 أو أكتر. نخليه تحت شوية، نشوف البيت اللي بعديه هيبقى 1 ناقص 3، دي أكتر، وايل إن هو وراه نجيب اللي بعديه هيطلع أكتر. انا عايز او اكبر واحد وراه واللي بعديه على طول، اللي بعد اكبر واحد وراه. احنا نجرب ال4 وال11، اصغر واحد فيهم اللي هو ده محتاج 1، بعدين نروح عند ال10. لو ال4 اللي بعديه اصغر من 10، لو كان 9 كنا هنروح، غير كده هنقف، هنفضل واقفين هنا. وبعدين أقارن برضو ال4 مع ال10، ومقارنة مع ال11، اللي هي ال11 أقرب فدي عايزة 1. وبعدين أخش على ال14. دلوقتي ال A طول ما هي اللي بعديها أصغر من الرقم اللي أنا واقف عنده هروح لها، فال A بدل ما بقت هنا بقت ال A هنا. وبعدين البي اللي بعديها على طول، دي دايما اللي بعديها على طول، لو اللي بعديها أكبر مني ده أظن جايز إن أنا واقف عند أكبر واحد، عند أكبر واحد أصغر من الرقم يعني أو قده، متهيألي أو قده برضه. وبعدين
نشوف من ال 14 ل 11 عايز 3، من 15 عايز 1، يبقى هو عايز 1. يبقى كده البيوت ده قلنا عايز، ما كتبتش دوت صح؟ عايز 1 ال 17 لسه هنحسبه. نخش على ال 17، هروح برضو ال 11 اللي بعديها اصغر من او قد، فهودي ال هناك، وبعدين احط البي على اللي بعديه اللي هو مفيش اصلا، اللي هو بره الري يعني، فمش هحسب، واشوف المسافه كده. ال 17 ما بقاش غير ده، اي حد تاني هيبقى ابعد، هيبقى بينا وبين ال 15 فهيبقى عايز مسافه 2. فكده كل بيت فيهم عايز المسافات دي، دي اقصر حاجه يقدر عليها. فانت في حل هيبقى الماكس فيهم اللي هو 3، اللي هو 3 صح. ماشي، هقول من الاول بقى. سامعيني صح؟ سامعيني. تمام. التو بوينتر هيبقى ان انت بتمشي على البيوت، ولنفترض نسميها سي مثلا، نديله اي اسم، بوينتر سي بيمشي على البيوت، وبوينتر التاني ايه بيمشي على التاورز اللي هم التلاتة تاورز دي. دلوقتي الايه هيفضل ماشي، مش لازم دي، متهيألي الايه هيفضل ماشي، او يبقى لازم احطه على اللي بعديه، هيفضل ماشي طول ما الفاليو اللي في الايه اصغر من السي اللي هي البوزيشن بتاعها، كلهم بوزيشن يعني، و اللي بعديها برضو اصغر من اللي في السي. حاليا هو مفيش ولا واحده من دول ترو، فانا هفضل واقف. فده معناه ان اقرب تاور للسي هو الاربعه. ليه؟ لان بالنسبه له دي مونوتونيك، ان كده لو الايه راحت على اللي بعديها فالمسافه هتبقى ابعد، فده احسن تاور اوريدي اصلا. فالمسافة من الواحد للأربعة اللي هي 3، وبعدين همشي بالسي عشان اتشيك كده. أنا خلاص اتشيك البيت ده، أنا هخش على اللي بعديه عشان اتشيك البيت اللي بعديه اللي هو عند 5. هشوف وايل برضو إن الإيه أصغر من السي واللي بعديها أصغر برضو، هلاقي إن ده غير صحيح. بس لو اللي بعديها أكبر من السي، ما هو اللي بعديها لو مش اصغر يبقى ما فيش، او هيبقى اكبر. فلو فيه هيبقى اكبر، اللي هو احط عنده البي ده عشان اتشيك بيه. مش لازم احط البي، ممكن احسب على ايه بس على طول يعني. بس ما علينا كده، الاي والبي دول اقرب تو تاورز للبيت ده للسي. فانا هشوف المسافه بينه وبينهم، بين كل واحد فيهم، هنا المسافه 1، هنا المسافه 6. طبعا هاخد اصغر واحدة فيهم، ودي اللي انا هبقى عايزها، عايز الراديوس اتليست المسافة دي اللي هي من 4 ل 5 هتبقى 1. طبعا ده مش لازم يكون اري انا، بس هي فاليو واحدة وماكسمايز عليها، اللي هي بدل التلاتة ماكسمايز هيبقى 1، والواحد ده مش اكبر منها، فخلاص مش هيتحسب كده. خلاص اتشيكد الخمسة، اخش على اللي بعديها على الـ10، اشوف برضو الايه اللي بعديها اصغر من الـ10. لا خلاص، يبقى افضل واقف زي ما انا برضو. يبقى كده الايه والبي اقرب طوارين للـ10. هشوف المسافات، هيبقى هنا 6، دي 6، ودي 1. فانا هاخد المينيمم اللي هو الـ1، وماكسمايز مع الانسر اللي هو برضو الانسر لسه زي ما هي 3. يعني 3 هتبقى الماكسيمم في اللي انا عايزه ده كله طبعا يعني. ماشي، خلصنا الـ10، نخش على الـ14. هو ايه اللي حصل ده؟ مش على الـ14. هل الايه اللي بعديها اصغر من الـ14؟ يبقى ساعتها اودي الايه، بغض النظر عن البي بكام، مش مهم دلوقتي، لان اصلا البي بتتست على حسب الايه على طول، كل ما الايه بتغير البي بتحط بعديها على طول خالص، نحط البي في اللي بعديها. كده الاثنين دول الاي والبي اقرب تو تاورز لل 14. هنشوف المينيمم هنا 3، هنا 1، فهناخد الواحد.
يعني ماكسمايز مع الانسر، الانسر بثلاثه برضو مش هتتغير. يعني لو واحده فيهم مثلا كانت عايزه اربعه، كان المينيموم في الاثنين بتوعها اربعه، يبقى ساعتها الانسر مش ثلاثه طبعا، يعني السي عايزه ثلاثه ودي عايزه واحد ودي واحد، بس انا عايز اربعه، اللي ما واقف عنده عايز اربعه، يبقى خلاص لازم نخلي الريديس اربعه غصب عننا. فاهمني؟ لا خلصنا يا دي. كان مش تو بوينترز تتحل ازاي، لكن ما ايه؟ كانتش باينه في الاول. بقول لك كده وضحت تتحل ازاي تو بوينترز، لكن ما كانتش باينه في الاول. ايوه، ما هو ده بروبلم سولفنج بقى. هي مش عشان تفرق بين واحد عارف 2 بوينت وواحد مش عارف. عشان كده التاكتس مهم. انت الحته دي ما فيش حد هيعرف يعلمك بقى الحته دي، فاهم؟ اللي هو تقعد بقى اكيد تفكر. بس خش على اللي بعديها، احط الايه والبي هتبقى مش موجوده انا ما اصلا. كنتش عارف بس احط التو بوينترز فين، يعني انا ما كنتش عارف يعني ايوه، فوق ولا اللي تحت، ولا واحد فوق واحد تحت، كنت محتار شوية يعني. هو مع الوقت هتتعود على الحاجات دي، هيبقى في كرياتيفيتي شويه في الموضوع، يعني انك تعرف تطلع التريك في الموضوع. مع ان اكشلي هو الحل الباينري سيرش شغال، يعني في الكيس دي هو شغال، يعني مش دايما بيبقى لازم. يعني هو كان مكتوب في توتوريال، مكتوب برضه التو بوينتر في التوتوريال، بس طبعا التو بوينتر هنا احسن، لان هو كومبلكس هتبقى ان في حين ان التاني ان لوج ان. بس كده انت هتماكسمايز مع التلاتة وخلاص، يبقى الانسر تلاتة. اكتب كود ولا فاكس؟ مش لازم تبقى تكتبه لا انت لا لا، الكود. ده كده خلاص بقت سهلة يعني، مش هيخي. محتاجة كل ده خلاص حبيبي. ماشي. حاجة تانية من اللي فاتوا كانت واقفة معاكم؟ جارلاند دي حد جرب فيها؟ انا فاكر ان انا قريتها بس أنا ما جربتش كارلينج ولا دي. وما حدش فينا جربها كده، ولا انا برضه ولا على عمر، فكرة يعني جامدة. انا وعمر حسينيها يعني قريناها بس كده جامدة في على الاخر. فكرة. طب سيبها عندي زمان. انتوا بقى كل ما اقول لكم حاجه تبقى عندنا وتتحمسوا في الاخر ما ولا حد بيحكي ولا حاجه. ما احنا خلينا بوكس وسيرفر نتورك حليناه، وقلنا باينري سيرش يعني ما فرقتش يعني، لوج ان انا يعني كان حليت شغال، البوكس. اه وساب اري وساب اري بص، سام على سي اس بي ما اس. تقعدش تتحجج في ما فرقتش ان لوج ان من ان، ما بغض النظر فرقت ولا، انت ما حاولت تحلها برضه حل احسن عشان تتعلم، يعني فاهمني؟ وفي كيسز هتفرق، في مسائل هتفرق. يعني انا هنقفل وهعملها بقى ان شاء الله تو وينترز يعني. يعني لو قال لك ال n بلس m مش 100,000، لو قال لك ان هم مليون، الاثنين مع بعض هيبقوا مليون مثلا او حتى 2 مليون، كان انت ما ينفعش تلوج خالص، انت يا دوب تاخد الانبوت وت n وترجع كده في امان الله. فاهمني؟ يعني انت مثلا ال login مش هيشتغل في، مش مليون قصدي، 100 مليون. يعني مليون دي ممكن تضرب في لوج، اه تضرب في 20 50 بتاع الحاجة هتجيب عادي. لكن ساعات بتبقى فعلا، ساعات بتبقى 100 مليون بس ما بيبقاش الانبوت طبعا 100 مليون، ما فيش انبوت هيدوك 100 مليون، بس هتبقى المسألة بتجنريت مثلا حاجات، والحاجات دي في الاخر هم 100 مليون، فانت هتبقى عايز تعمل اوبريشن معين عليهم، ساعتها هيفيدك ان انت تبقى تعمل حاجة اوف ان غير الان لوج ان، بغض النظر 2 بوينتر ولا مش 2 بوينتر ولا اي حاجه تانية. كنت بتقول 2 صم مالها ولا حلتها؟ لا حليناها، كل ده حليناها. كان في اللي هي 3 صم دي. لا 3 سم دي ما قريتهاش برضه. متهيألي ايوه دي اكتر. سب اري سمز انا حليت الفيرجن 1 منها، فيرجن 2 منها ما جربتش، بس بيتهيألي فيرجن 2 دوت مش هيتحل ب 2 بوينتر عشان في اعداد سالبة. ثانية صب الري. لا استنى، ايوه لا، ما اللي فيه النيجاتيف ده اصلا دي الجوريزم ثانية لوحدها. تمام، ممكن تتحل بماب، يعني ممكن تتحل بماب لكن مش بتو اه في بوينترز. ان لوج ان، بس هي ليها حل اوف ان برضو بيجيب بتاع كادنز حل اوت تمام. اه انا كنت، كان في 2 بوينتر، كان في واحده انا مش فاكر فتحتها منين. اللي هو البوينتر اوف 3 سام باين. ايوه سم اوف 3 فاليوز دي، حد جرب فيها انا جربتها. وجبتها ولا جد جد ايه ده؟ طب عاش. بشوف بحاول فيها اسلام عشان هي حلوه برضه. انا جبتها في ان سكوير، هل في حاجة احسن؟ مش عارف اه والله لا دي. لا، هي ان سكوير، هو الحل اللي عندي ان سكوير برضه الصراحه.
يا اما هو يا اما ان لوج ان بقى، قصدي ان بار 2 لوج ان بقى، فاكر برضه صح، هو ان سكوير برضه. ماشي انتهى، احنا كده خلصنا. حد عنده اي سؤال في اي حاجه جنرال، حتى مش في اللي احنا قلناه النهارده، حد عايز يسال في اي حاجه، او حد عنده مساله؟ انا المسألة بتاعت ايزي خلاص سم المرة اللي فاتت، ايزي ماس ايزي مس ده فين؟ فين فين يا هنا عم، طيب؟ كنت بعتها لكم المرة اللي فاتت اللي كانت على اللي كانت على سبونج سبونج سبونجي يا عم يا عم، انا بحب اقول سبونج بقى ما ندققش، انا بحب اقول ادقق جاهزين شوية الأسئلة. الاطفال. يا اسطى بص، ما متهيألي فاكس، كل مره بتجيب سيرتها في الاخر فاكس، عشان هي مليانه مليانه شويه توبكس. انت قريت عن الانكلوجن اكسكلوجن؟ والله قريت عن انكلوجن اكسكلوجن واتفرجت عليه على اليوتيوب، يعني عملت ال كل سي حاجه ام وبرضه مش عارف والجي سي الحل. دي الجي سي دي جريتست كومن ديفايزر، وال سي ام. تمام، يعني الحل يبقى يعتمد برضه على الاثنين دول، يعني مع الباقي ده. حاول تسيرش عليهم كده وتشوف عليهم فيديوهات وبتاع حوارات، وبعدين قول لي وصلت ليه. خلاص قشطة، هي ال سي ام بالذات مش الجي سي دي، عشان بس هو ال سي ام معتمد على الجي سي دي، يعني عشان يعني انت الحته كومنت اللي هو ترابل المفروض الجي سي دي ليهم، ايه؟ ال سي ام الرقمين هو ضربهم على الجي سي دي ليهم. ان هي بس عشان انت بتستخدم ال سي ام يعني في المساله، عشان حته ان انت عايز تجيب اللي هو الكومون بين اتنين، اللي هو ديفيزيبل باي اتنين، عشان تستخدمه في الانكلوجن اكسكلوجن. فهو المين انكلوجن اكسكلوجن، بس هتحتاج ال سي ام عشان تعمل حته ان هما اتنين مع بعض او اكتر من اتنين. فانت انصحك يعني تشوف حاجات عن ال سي ام اكتر، يعني تشوف عنه مش عارف فيديوهات او سيرش او كده، يعني عشان تعرف البروبرتيز بتاعته برضه يعني. ماشي ايمن، كنت بتقول ايه؟ عندي مشكلة في برنت سولوشنز بتاعت الدي بي ده، بس ما ده خارج الحوار خالص يعني. ده اللي هو البيلدينج باس. هو ده، لو انا ما اعمل التيبل بيعمل معايا مشكلة، حوار اللي انا اظبط الباث او اعمل باك تراك صح يخليني اظبط ال، وبالذات لو انا بعملها ريكيرجن، يعني انا لما بعمل تبيوليشن ماشي ساعات بتيجي، يعني ساعات بتيجي التيبل بعرف ان هو بيمشي وراه وكده، بس لما باجي اعمل ريكيرجن مثلا بعمل ميمويزيشن، ازاي اقدر ابرنت الباث صح؟ لان فاهم؟ انت الفرق في الريكيرجن في البيلد بتاع الباس عن السولف، ان انت البيلد بتبقى اوريدي عارفه مين احسن باس. هتعرفه ازاي؟ بانها هتكول سولف وتشوف الريتيرن فاليو اللي هي هترجعها، فهتبقى اوريدي عارفه هي هتروح فين. فانت جوه الفانكشن بعد ما تكول سولف هتشوف بقى الريتيرن فاليو دي على اساسها هتقدر تعرف انت رحت في انهي باس فيهم المفروض، يعني فاهم قصدي؟ فاهم قصدك، مش قوي يعني. يعني انا مثلا لو انا هعمل ميمو مثلا، وهجيب مثلا اللي هو بماكسمايز او مينيمايز او حتى بعمل اي حاجه واعمل ايوه، ما فانكشن، انت استنى، ما انا هقول لك انت بقى عشان تعرف لو انت مثلا عايز تجيب الماكسيمم فيهم، انت هتمشي على كل التشويسز على نفس البارامترز دول، بتشوف سولف بتعمل ايه. يعني انا حرفيا انا اصلا لما باجي اعمل الفانكشن البيلد حرفيا باخد سولف كوبي، بتشوف سولف هتروح في انهي واحد فيهم، وفي كل واحد هترجع كام، وتشوف الماكس فيهم كام، والبارامترز بتاعته كانت كام، وساعتها هتكون بيلد بالبارامترز دي بقى، فاهمني؟ تمام. يعني انت مش كل الكيس بتبقى سهله طبعا، انت في الغالب بتبقى عايز تشكهم كلهم، وهتقعد هتعمل فاريبلز كتير كمان، اللي هي هتعمل فاريبل لكل بارامتر بس للنكست بتاعه بقى يعني. وكل ما يجيب حد احسن من الماكس اللي هو في الماكسمايزيشن، يعني تشوف مين الماكسيمم، هتابديت الماكس وهتابديت البارامترز بتاعه الماكس اللي انت هتكول بيها في الاخر، تحطهم باللي هيجيبوا الماكس دول، وفي الاخر بتكول البيلد
بالماكسيمم بارامترز اللي انت اللي هم البارامترز اللي بيجيبوا ماكسيمم فاليو، فاهم قصدي؟ فهمت. بس يعني انا دايما ببدع بقول لك ان انا باخد سولف كوبي اغير اسمها وبعدين اغير الاستراكشر بتاعها، لان هو دايما بيبقى زيها بالظبط، بيجرب كل الديسيجنز وبعدين يشوف احسن ديسيجن وبعدين يروح للديسيجن دوت بالبارامترز بتاعته. بس تمام ماشي، هجرب ماشي. قشطة. حد عنده أي حاجة تانية؟ فاطمة؟ عمر؟ اسلام؟ لو كده على ماشي تعمل كده قشطة. لو بس كده هسأل هكلمك على الفيسبوك ولا حاجة، ايه؟ لو وقف قدامي حاجة هبكلمك. قشطة ماشي، ببعت لي عادي. طيب خلاص فاطمة حاليا لا، تمام ماشي قشطة. طيب هو خلاص كده السيشن النهاردة، حاولوا في المسائل بالذات برضو اللي عليهم نجوم، وان شاء الله المره الجايه غالبا هنكمل، هتبقى جراف كالرينج اللي هو معتمد على حاجه اسمها بايبر تايب جراف وفلات فيل، لو خلصنا يعني ماشي سكوينشال على دوت يعني، وبعديها المفروض هنخش على الحاجات بتاعت جولد بقى. ماشي يلا، حد عايز حاجه؟ لا تمام تمام، تسلم خير العفو عليك.